الله يعطيك العافية. زملائنا الصوت واضح والصورة واضحة ولا لا؟ يعطيك العافية مهندسة يسرى. وتحدثنا عن مواضيع كثيرة كمدخل لموضوع التسميد بالرأي. وجولنا على تقريبا أكثر من قضية. اليوم بإذن الله راح نستكمل النقاش والمناقشة أو نحكي المداخلات على هاي المواضيع. لكن بصراحة خطر في بالي شغلة، إنه عشان نستذكر بعض الأشياء اللي إحنا عملناها، أنا حابب الآن أفرجيكم. يعني هو مش كويز، خلينا نحكي يعني نوع من المشاركة بيني وبينكم. الآن راح أشاركها معكم. عبارة عن أسئلة سريعة جدا جدا، بتفيدنا في إنه نحاول نتذكر بعض القضايا اللي إحنا تعرضنا لها امبارح. الفكرة إنه أنتوا تطلعوا على هاي الأسئلة، تجاوبوها، ولما تجاوبوها تبعتوا أجوبتكم للمهندس ليث. أعتقد المهندس ليث راح يشارككم، يبعت لكم اللينك مباشرة. إذا المهندس ليث سامعني، ممكن إذا تكرمت تشارك الزملاء اللينك. تمام، بس أنا هلأ راح أستعرض معكم هاي الأسئلة عشان أوضح لكم إياها شوية. هو نسميه كويز سريع. شايفينه؟ واضح لكم؟ إذا واضح احكوا لي بالله لو سمحتوا. واضح، تمام. الفكرة أنه أسئلة سريعة جدا جدا، هو عبارة عن 6 أو 7 أسئلة، ضع صح وشارة صح وخطأ. السؤال الأول: تعتبر المياه السطحية كالأنهار والبحيرات أكبر مصدر للمياه العذبة؟ السؤال الثاني: الإنتاج غذاء يكفي لألف شخص، نحتاج إلى 3000 متر مكعب. السؤال الثالث: الكالسيوم فوسفيت هو شكل امتصاص الفوسفور. الرابع: عند امتصاص عنصر البوتاسيوم يتم تنشيط أو عفوا يتم تثبيط عنصر الصوديوم. الخامس: سبب حرق النبات عند إضافة سماد اليوريا هو انبعاث أيون الأمونيوم. السؤال اللي بعده: إذا كانت ملوحة مياه الري أو ملوحة مياه هي 2 دي سي سيمنز لكل متر، فهذا يساوي 1000 مليغرام لكل لتر. وأخيرا: تحتاج التراب الرملية إلى كميات أكبر من الفوسفور مقارنة بالتراب الطينية الخصبة. هذول الأسئلة صح وخطأ، يعني بس عليكم بس تحطوا صح، اكتبوا انتوا 1 2 3، هم اظن 7 اسئله، احكوا واحد كذا او على الرابط تكون واضحه عندكم. السؤالين الثانيه: التعريفات، يعني ما هي الاوزمولايت؟ اظن احنا شرحنا امبارح باسهاب عن موضوع الاوزمولايت، فيعني كل واحد شو فهم من الاوزمولايت يحكي بطريقته بلغته باسلوبه يعني. والسؤال اللي بعديه: شو هي الادزوربشن؟ احنا حكينا عن الادزوربشن او ما يسمى باللغه العربيه الادمصاص. شو هو الادمصاص؟ اللي فهم يعني حسب فهمكم، انا ما بديش يعني والله تعريف جامع مانع، لا اللي فهمتوه شو هو الادمصاص. تمام، ارجو انها تكون الاسئله واضحه. طبعا هاي انتم بتجاوبوها بعدين وبتبعثوا الاجابه للمهندس لي. اوكي، جود. في سؤال بتحكي إنه إحنا ما عنا إيش، ما أخذنا
شيء من الأول وما عندنا المادة. يعني أنت ما حضرتيش امبارح؟ إذا حدا ما حضرش امبارح هذا موضوع تاني، هي قصة تانية. بس هاي أسئلة بعدين عشان أحكي لكم شغلة، إنه هون الموضوع مش موضوع علامات ولا أي شيء، إنه راح نستذكر مع بعض، بس هدفها إنه نستذكر الأشياء. تمام؟ حضرت بس ماشي معنا من الأول. أوكي، أنا حسب فهمكم، أنا مش القصة هون إنه والله بدي أمتحن وإنه بدي نحط علامات وراسب وناجح، لا، ما تاخذوا القضية بهذه الطريقة. هذا بس هيك كويز سريع بقيس إنه قديش مدى الكمية المعلومات اللي رسخت في أدمغتكم وقديش المعلومات اللي ما رسخت. يعني هو هدفه تقييمي حتى للبرفورمانس تبع التريننج، فما تاخذوش الأمور الآن هيك بحساسية وامتحان وكذا. احنا مش في جامعة، انتوا خلصتوا الجامعة خلاص وكل حاجة، احنا بس هون بدنا نحاول نتذكر مع بعض الأشياء اللي طرحناها. اللي منكم مش عارف الجواب فاين، توتالي فاين، يعني ما مش قصة، بس المهم إنه احنا بنحاول نشوف كم كمية المعلومات اللي ممكن يعني رسخت أو ما رسختش، وهذا بيساعدنا. مهندس لايت، لو إنك تحكي بس. خلينا نرجع لل البرزنتيشن تبعتنا الأصلية، نشوف إحنا هاي الأشياء كلها استعرضناها امبارح. إحنا امبارح تقريبا شرحنا لغاية، يعني دخلنا في عنصر النيتروجين وحكينا عن عنصر الفوسفور، وبتتذكروا حكينا عن أشياء كثير، حكينا عن البي اتش، وحكينا عن الصوديوم وأثر الضار، وحكينا عن الإي سي والملوحة، وحكينا عن هاي القضية الأوزمولايتس اللي الآن بنحكي عنها كامتحان أو كويز صغير، وحكينا عن كيف إنه النبات درجاته في تحمل الملوحة بتتباين، إنه كل نبات قدرة على تحمل الملوحة. وأخذنا مثلا البندورة، إذا بتلاحظوا أمامكم محصول البندورة، إنه البندورة لغاية مياه ملوحتها 1.7 × 10 إي سي دبليو، حكينا مياه، وإي سي إي معناها ملوحة التربة. فإذا كانت، وهناك علاقة دائما عادة بين ملوحة المياه والتربة، وحكينا هاي العلاقة، بس حكينا لو تربة ملوحتها 2.5 الإنتاج بكون عندها 100% لمحصول البندورة، ولو ارتفعت ل3.5 فقط بنخسر الإنتاج 10%، وهذا رقم ضئيل يعني يعتبر. ولو ارتفعت لخمس الملوحة، أي الخسارة بتكون 25%. وبجوز تستغرب لو حكيت لكم إنه بجوز معظم المزارعين بكونوا بهذا الرينج، يعني ما في مزارع بيجيب بوتنشال 100%. اوعكم يتوقع، يعني تقتنعوا انه في مزارع بيجيب الفول بوتنشال، صعب صعب انه مزارع يجيب بوتنشال. انا برايي مزارعينا بتراوحوا بين هون وبين، يعني بين ال70 وال80. تفضلي، في حدا بده يسأل السؤال؟ تفضلي. عن أعيد شرح السينرجيزم. أوكي طيب ماشي. السينرجيزم اللي هي ظاهرة، خليني أكمل هاي وبشرح لك السينرجيزم مرة تانية. وهون ضربنا إنه حكينا لغاية 75، وإنه إذا ارتفعت ملوحة التربة أو ملوحة المية سواء ل7 أو 6، إذا كانت ملوحة التربة الإنتاج بيفقد 50%، وإنه يصبح الإنتاج صفر إذا أصبحت ملوحة قطاع التربة 13 أو ملوحة المي 8.4 × 10، وهي ملوحة عالية جدا جدا جدا. هذا كان كمثال. راح أجاوبك على السؤال اللي طلبتيه. وهاي بتبين العلاقة ما بين ملوحة التربة وملوحة المياه الري. وحكينا إذا كان نظام الري سطحي، غالبا غالبا بتكون ملوحة قطاع التربة تساوي ضعف ونص ملوحة مياه الري. يعني لو مياه ملوحتها 2، أنت بتتوقع شو يكون ملوحة التربة؟ 3. مياه بنرو فيها ملوحتها
واحد، شو بتوقع ملوحة مياه التربة؟ 1.5. هيك هذا المبدأ العام. بينما في نظام الري بالتنقيط لا، بتوقع الفاكتور اللي بضرب فيه أعلى بكون 2 من 2 ل 3. حكينا بالأبرج ممكن نحط 2.5، يعني ملوحة مياه التربة، مياه الري عفوا، بضربها ب2.5 بطلع بتوقع قديش يكون ملوحة قطاع التربة، يعني منطقة الروت زون قديش نسبة أملاح فيها أو ملوحتها. وبعدين دخلنا في كيفية امتصاص العناصر واتفقنا، وأرجو أنه بدي أعيد وأزيد في هذا الموضوع لأنه هذا البيسك، أن النبات لا يمتص العناصر الغذائية إلا على شكل كاتيونز وأنيونز. هاي نقطة مهمة. وحكينا عن كيف الامتصاص، وحكينا عن نظرية توازن الشحنات، وحكينا أنه في الغالب النبات والمحلول التربة بيحدث فيهم توازن عند امتصاص أي عنصر، إذا كان كاتيون أو أنايون دائما بتوازن حتى يصير في توازن الشحنة. وحكينا أنه نادر ما حدا، أو مش نادر، مستحيل واحد يحط إيده على نبتة ويلاقيها مثلا بتكهرب. طبعا ليش؟ لأنه إذا النبات امتص عنصر موجب على طول لازم يفرز محله عنصر سالب وهكذا عشان تبقى عملية التوازن. هاي للسؤال اللي طلبته هديل، اللي هو السينرجيزم. السينرجيزم والأنتاغونيزم هي الظاهرتين مرتبطات مع بعض اللي لها علاقة في امتصاص العناصر. من الناحية العلمية اكتشف العلماء أنه نبات عندما يمتص عنصر موجب الشحنة فهذا عادة يعزز امتصاص عنصر عكسه. شو العنصر اللي بيكون عكسه؟ سالب الشحنة. يعني أي امتصاص لكاتيونات يعزز امتصاص إيش؟ أنايونات. هذه اسمها سينيرجيزم، كأنه تعاضد تآزر، كأنه هذا بيعزز امتصاص، هيك يعني الامتصاص الموجب بيعزز امتصاص السالب، وعكسها تماما بدها تكون إيش؟ الفكرة الثانية اللي هي أنتاغونيزم. يعني إذا امتص عنصر موجب شو بده يثبت؟ عنصر إيش؟ موجب زيه. تمام، خلينا حكينا عن النيتروجين، وحكينا النبات بيمتص النيتروجين على شكلين صح، اللي هم الأمونيوم وإيش والنترات. حكينا في فورم ثالث اسمه نيترايت NO2-، هذا حكينا إنه في الغالب سام، ممكن يمتصوا نبات بس سام، بهمناش من الحزور هاي. وحكينا عن الفوسفور، وحكينا إنه أشكال امتصاص الفوسفور. تمام، وحكينا عن الأدزوربشن كمان، بديش أشرحها لأنه المفروض أنتوا هلا تحكوها. الآن خلينا نرجع نحكي عن العنصر الثالث من العناصر الكبرى الرئيسية. بتعرف النبات بيحتاج لعناصر كبرى رئيسية اللي هم نيتروجين فوسفور وبوتاس. خلينا نبدأ بعنصر البوتاس. البوتاس في الغالب بيكون موجود في محلول التربة في السويل سوليوشن على شكل إيش؟ على شكل كاتيونز K بلس، دائب على شكل K بلس. وفي الغالب بيكون أيضا موجود على شكل K بلس منجذب ليش؟ لأسطح الكاتيون إكسشينج كاباسيتي. بتتذكروا لما حكينا في الإكسشينج كاباسيتي، خليني أرجع لكم عليها، سرجوع هون مش يكون بطيء شوي بس معلش بسوء أن أرجع لكم عليها عشان تعرفوا الفكرة. نرجع مرة تانية على البداية. أيوة هون هاي، إنه حكينا البوتاسيوم بيكون موجود في محلول التربة هون، هذا حكينا، أو إنه يكون موجود منجذب على أسطح إيش؟ أسطح الكلي أو أسطح الأورجانيك ماتر اللي هي بتكون مشحونة بشحنة سالب موجبة فبتنجذب. وإذا بتتذكروا حكينا إنه 5% من الكاتيون إكسشينج كاباسيتي بتكون عنصر البوتاسيوم اللي مربوط فيها. اوكي، اذا هاي فكره انه البوتاسيوم ممكن يكون اما في محلول التربه او اما في منجذب على اسطح الكلي او اسطح الاورجانيك ماتر. مش بس البوتاسيوم بيكون منجذب، حكينا بيكون موجود العناصر الموجبه الثانيه اللي هي الكالسيوم والمغنيسيوم وغيرها من العناصر الموجبه الشحنه. في مشكله في الصوت لانه في حدا عم بيسال، انه احمد جردات بيسال انه اذا في مشكله في الصوت.
تمام الصوت مهندس، تمام تمام استمع. اوكي تمام. هاي الفكرة انه البوتاسيوم بيكون موجود بهدول الصورتين، لكن في صورة ثالثة نرجع الآن للبوتاسيوم. اوكي اذا اول صورة حكينا بالمحلول التربة الاكسشينجبل، اكسشينجبل البوتاسيوم، عرفت شو يعني الاكسشينجبل؟ يعني قابل للتبادل، اي بيكون موجود على اسطح الكلي او اسطح ايش الاورجانيك ماتر. الصورة الثالثة بسموها نن اكسشينجبل. شو يعني نن اكسشينجبل؟ اي غير قابل للتبادل. وين بكون غير قابل للتبادل؟ بكون دخل في معدن الطين، بسموه جوا حبيبات معدن الطين، وهذه الصورة اللي بيكون البوتاسيوم كانه مش افيلبل. بوتاسيوم موجود but not available for absorption. والمناسبة العلماء اكتشفوا أن كل البوتاسيوم اللي موجود على سطح الكرة الأرضية هو أصله معدن الطين. بعد ما صار له mineralization، بعد ما معدن الطين تحلل وتفكفك، نزل منه أو طلع منه البوتاسيوم. إذن هاي الظاهرة إنه محلول التربة بيضل يمشي 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 وبصير إيش لا non-exchangeable. وهاي العملية ممكن إيش ترجع بالعكس، بس رجوحها انت بتحكي عن مئات الاف السنين، فبالتالي العمليه مش سهله. يعني انه البوتاسيوم يروح بهذا الاتجاه اسهل من انه يروح يمشي هيك. عمليه التعري عمليه بطيئه زي ما انتم عارفين. الان العوامل اللي بتؤثر على وفره عنصر البوتاسيوم، شو بتتوقعوا؟ كاتبين لحظة، أول عامل الكالسيوم والمغنيسيوم. ليش؟ لأنه بتنافسوا مع عنصر البوتاسيوم، هاي اللي حكيناها هلأ، ظاهرة الأنتاغونيزم. إذا كان السائد الكالسيوم والمغنيسيوم، شو بده يصير؟ البوتاسيوم بده يكون في أثر على امتصاصه. وإذا بتتذكروا حكينا الكاتين إكسشينج كاباسيتي 75 تقريبا 85% منها إيش؟ كالسيوم ومغنيسيوم. الكالسيوم حوالي 70% والمغنيسيوم حوالي 15%. فبالتالي هدول هم عنصرين، أهم عنصرين بيأثروا على عنصر البوتاسيوم، وهذا لازم الآن تحفظها. إنك أنت لما تسم التسميد بالكالسيوم، شو بتتوقع يحدث عندك؟ مشكلة في امتصاص البوتاسيوم أو بالمغنيسيوم. هدول العنصرين بالكالسيوم والمغنيسيوم إذا سمت فيهم في الغالب بيأثروا على امتصاص عنصر البوتاسيوم. هاي أرجو أنها الظاهرة أو المفهوم ما تنسوه. وبعدين هذا مش حفظ، لأنه هذا مرتبط بأنه هذا موجب الشحنة وهذا موجب الشحنة، إذا شو بده يأثروا على عنصر موجب الشحنة زيهم. إذا البوتاسيوم لأنه موجب الشحنة، امتصاص إضافة سماد كالسيوم أو مغنيسيوم رح فعلا عمليا يأثر بشكل كبير على امتصاصه. تمام. وفي ظاهرة موجودة رح نشرح عنها بعدين بالتفصيل، اللي تحدث نتيجة نقص عنصر الكالسيوم. الكالسيوم ها مش البوتاسيوم، إذا بسموها ظاهرة طرف العفن الزهري، ورح نشرحها ونفرجيكم الصورة تبعتها. هاي لها علاقة بالبوتاسيوم والكالسيوم. إذا المزارع عمل فرط في إضافة الأسمدة البوتاسية، شو رح يأثر؟ هو رح يأثر على الكالسيوم في الحالة، على امتصاص الكالسيوم، وبالتالي ممكن يحدث نقص الكالسيوم، ونقص الكالسيوم يؤدي إلى ظاهرة عفن الطرف الزهري في محصول البندورة، تصبح الثمرة غير قابلة للتسويق. رح بعدين نفرجيكم شكلها. من العوامل الثانية اللي بتأثر على امتصاص أو وفرة، خلينا نحكي البوتاسيوم، حكينا أول عامل إيش؟ الكالسيوم والمغنيسيوم. العامل الثاني كمية الأذر نيوترينت، خصوصا النيتروجين. ليش النيتروجين؟ النيتروجين شو بكون اللي كيف بيمتص النبات؟ احنا اتفقنا على شكلي ايش، اما موجب وسالب، اما موجب اللي هو الامونيوم، او سالب اللي هي ايش النترات NO3-. وبالتالي اذا كان في عندي وفرة في النترات، هذا بيعزز امتصاص البوتاسيوم، والعكس اذا كان وفرة في الامونيوم بيثبط امتصاص البوتاسيوم. فكمان تعرفوا. النقطة الثالثة السي اي سي معروف ليش، اللي هي الكاتين اكسشينج كاباسيتي. كل ما كان الكاتين اكسشينج كاباسيتي للتربة او للوسط اللي احنا زارعينه اعلى، معناته في وفرة في البوتاسيوم، لانه حكينا البوتاسيوم يشكل 5% من اسطح الكلي والاورجانيك ماتر. فكلما كانت يعني التربة غنية
بمعدن الطين أو غنية بالمادة العضوية، بتوقع يكون البوتاسيوم أكثر وفرة. النقطة الأخرى بسموها capacity to fix بوتاسيوم، اللي القدرة إنه يتم تثبيت البوتاسيوم، وهي إلى علاقة برضو بمعدن الطين، يعني ظاهرة مزدوجة. السويل موستشر كونتنت اللي هي يعني محتوى التربة من الرطوبة، عادة وجد إنه البوتاسيوم عشان يمتص، وهذا مش استثناء عن العناصر، زي كل العناصر لازم تكون التربة تقريبا قريبة من الفيلد كاباسيتي، لازم التربة تكون قريبة من الفيلد كاباسيتي عشان يكون البوتاسيوم قابل للامتصاص. والنقطة الأخيرة والمهمة اللي هي السويل تمبرتشر، وهي عاملة معظم العناصر وكل العناصر مع السويل تمبرتشر، إذا انخفضت درجة الحرارة تقل وفرة العناصر. هذه خذوها قاعدة عامة لكل العناصر، وهذا عشان تربطوها في أذهانكم. لاحظوا معظم نقص العناصر مثلا في وادي الأردن إمتى بحدث؟ بعد في فصل الشتاء. وين يعني في أي فترة؟ خلينا نحكي من شهر 12 وشهر 1 و2، هدول الأشهر بيصير فيها فعلا نقص شديد، وبالتالي المزارعين بيبدوا يعملوا إضافات في الأسمدة بطريقة مما هب ودب، خلينا نحكي، وأخطاء جسيمة بتحدث، والشركات بتبيع، والدنيا بتنقلب على هذا الموضوع، كلهم ناسين إنه إيش ما عملت في هاي المرحلة لازم ما تنسى إنه انخفاض درجات الحرارة في أشهر 12 و1 و2 شو رح يأثر؟ رح يأثر على إنه الترانسبيريشن رح يكون قليل، مزبوط ولا لا؟ وإحنا اتفقنا إنه امتصاص العناصر بيتم عن طريق إيش؟ عن طريق الماء، اللي هي عملية النتح، لأنه الماء بندائب فيه العناصر. فإذا كلما انخفض النتح شو بده يكون؟ انخفضت كمية العناصر اللي تم أخذها أو تم سحبها معها، وهذا هو السبب اللي بيبرر أنه في هاي الأشهر طبعاً بيكون في انخفاض في الإنتاج. كمان انخفاض الإنتاج، المزارع بيفكر أنه إذا سمت بده يزيد الإنتاج، لن تزيد الإنتاج إذا ما ارتفعت درجة الحرارة. إيش ما إن شاء الله تدب في التربة أطنان من الأسمدة، هي الشغلة مش سحر. للأسف بعض المزارعين وبعض الشركات والمهندسين اللي بيروجوا للأسمدة بيلعبوا هذا الدور، وهو دور خاطئ جداً. إذا انخفضت درجة الحرارة إيش ما حطيت أسمدة حكي فاضي، لأنه إحنا صرنا هلا الكونسبت واضح إن عملية الترانسبيريشن في نتح، إذا في نتح في امتصاص. طب إذا النتح في أقل درجاته، وطبعا ما عمر النتح ما وصل لصفر، خلينا نكون عارفين، لكن إذا انخفض النتح شو بده انخفض معه؟ امتصاص العناصر. طيب لو التربة أنت رحت أضفت عناصر كثير شو رح يصير؟ ولا شيء، العناصر رح تظل موجودة في التربة، وبالعكس ربما تتم تثبيتها في التربة وتخسرها، وفي هذا اللي بيحدث. ومش بس هيك، وبتزيد ملوحة التربة، وبالتالي بيكون تأثيرها سلبي. هاي الأشياء أرجو أنكم تكون عارفينها. وعلى فكرة هذا الموضوع بنطبق على الزراعة، على الهيدروبونيك وغير هيدروبونيك، إلا إذا كان في كنترولد أتموسفير، يعني إذا كانت في ظروف يعني درجات حرارة مسيطرة عليها، هذا موضوع تاني. في سؤال، إيش مهند زيادة النيتروجين بتقلل البوتاس؟ بتقلل باعتماد على الفورم. خلينا نحكي، اتفقنا إيش إحنا ظاهرة الأنتاغونيزم والسينرجيزم، الموجب بأثر على إيش؟ على الموجب إيش؟ سلبا، بس الموجب بؤثر على السالب إيجابا. فإذا لما أحكي أنت بتزيد النيتروجين، أي نيتروجين؟ هلا إحنا اتفقنا إحنا ما بدنا نحكي بالعموم، هذا الكلام زمان كان مقبول، الآن بقبلش منكم تحكوا لي كلمة زيادة النيتروجين، لازم تحكي لي إيش الفورم تبع النيتروجين عشان أعرف أجاوبك. أوكي، إحنا الآن بنحكي إنه أي نيتروجين، إذا أضفت نيتروجين على شكل نترات رح يعزز امتصاص البوتاسيوم، بس إذا ضفت نيتروجين على شكل أمونيوم شو بتوقع؟ يثبط امتصاص البوتاسيوم. يعني إيش؟ ما بعمم، ما فهمتش. لو تعطيها مجال إنها تحكي المهندسة عشان نفهم عليها أكثر، مهندس ليت. مهندس ليت، أعرف إذا مهندس ليت معنا ولا مش معنا، شو بدو بجوز مش معنا. بس وضحت الصورة لك مهندس؟ موجود معك مهندس، موجود. احنا كنا بدي اسمع منها لانه ما عرفتش شو ملاحظتها بالضبط. ف
تفضل جيل نحكي فوسفور كذا، لازم نكون سبيسيفيك، نحدد على اساس ايش نعرف نجاوب، لانه حكينا النيتروجين بيمتص النبات على شكلين، موجب وسالب، امونيوم موجب ونترات سالب. وبالتالي انا اذا حدا بيحكي لي اي اضافه النيتروجين بتاثر على البوتاس، ما بقدرش اجاوبه الا اذا حكى لي شو الفورم. اذا حكى لي انه الفورم اللي اضافه يعني اضاف امونيوم، هون بقدر اجاوب بدقه. اذا ما حكى بتصير صعب الاجابه. أرجو أن تكون واضحة هذه النقطة. وحكينا أنه أهم نقطة بدنا نتذكرها أنه عملية امتصاص العناصر الغذائية function of temperature، يعني مرتبطة بدرجة الحرارة. كلما زادت درجة الحرارة شو بزيد؟ بزيد امتصاص العناصر. ليش بزيد امتصاص العناصر؟ simply speaking لأنه بتصير عملية النتح في أقصى درجاتها. ولذلك لاحظوا أنه مثلا الزرع في الإنتاج أنت بتحسن مثلا في الغور شهر 3 أول ما ترتفع درجات الحرارة بزير الإنتاج غزير. هلأ مثلا روح على الغور الإنتاج في عزه، شو السبب؟ عشان المزارع سمد؟ لا، مش عشان المزارع سمد، لأنه ارتفعت درجة الحرارة فبدأت عمليات النتح بتكون بأقصى درجاتها، وبالتالي العمليات الفسيولوجية، وبالتالي امتصاص العناصر الغذائية. المطلوب هون إنه إحنا في الأشهر اللي بتكون درجات الحرارة فيها منخفضة ما نعتقد إنه إذا بضيف سماد بده يزيد الإنتاج. هذا الممارسة خاطئة جدا. خلص لازم نتقبل الواقع أنه في أشهر درجات الحرارة اللي بتكون فيها منخفضة الإنتاج فعلا سوف ينخفض، بالرغم عن أي محاولات إضافة للأسمدة، لأنه إيش ما ضفت أسمدة ما رح يزيد الإنتاج، رح تبقى هاي الأسمدة داخل محلول التربة، وبالعكس إذا ضفتها وزدتها رح تؤدي إلى ارتفاع إيش الإي سي الملوحة، وهذه رح تؤدي إلى تقليل الإنتاج بزيادة. تمام، خلينا الآن نروح للي بعدها، امتصاص البوتاسيوم. عادة إنه النبات بيحتاج البوتاسيوم لإضافة إضافة مياه دافئة ممكن يرفع درجات، ممكن يرفع درجة الحرارة. يعني عن طريق الري أنت السؤال بسأل المهندس خليل. يعني ممكن، بس طبعا مرات هاي الطرق بتكون مش براكتيكال، يعني مش عملية. هذا هو يعني هذا هو المعيق، يعني بوجود على مستوى تجربة ممكن واحد، بس انك تطبقها في على مستوى تجاري بتكون صعب. النبات عادة بيمتص أو بيحتاج البوتاسيوم بنفس الكمية اللي بيحتاج فيها الناتروجين. يعني إذا بدنا نعرف العلاقة بين الناتروجين والبوتاسيوم، علاقة تقريبا واحد لواحد، يعني كمية اللي يحتاجها النبات من البوتاسيوم هي تساوي الكميات اللي يحتاجها من الناتروجين. وعادة البوتاسيوم يصل إلى قمة امتصاصه لما يوصل، وجد العلماء الكمية اللي ممكن يوصلها من نص تقريبا إلى كيلو جرام لكل يوم في الدنم. هذه بتكون البيك، هذه بتكون فترة محددة في السنة، مش تفكر كل يوم بصير هيك، بس للدنم هاي يعني بصير يمتص من كل الدنم كامل ما معدله نص كيلو جرام تقريبا، من نص لحوالي 900 كيلو جرام، ممكن نحكي نتجاوز نحكي كيلو جرام باليوم للدنم. الآن خلصنا إحنا العناصر الثلاثة، خلينا نبدأ بالسكندري والمايكرونيوترينت، هذول مهمين. السكندري والمايكرونيوترينت، نبدأ بالسكندري المقصود فيهم هون الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، هدول الثلاثة. أما المايكرونيوترينت فمعروفين لكم اللي هم الحديد والنحاس والزنك والمنغنيز والمولبدنوم والبورون والكلور. هذول عادة سواء كانوا مايكرونيوترينت أو سكندري، وفرتهم تعتمد على البي اتش، وهذا بتذكروا شرحناه امبارح. كان معظم وفرة العناصر المايكرونيوتريانت معتمدة إيش؟ على البي اتش، وهذه نقطة مهمة جدا جدا لازم نعرفها. في عناصر بنسميها الميتال مايكرونيوتريانت، يعني عناصر صغرى معدنية لأنها تعتبر من المعادن، زي إيش؟ النحاس، الحديد، الزنك، المنغنيز، هذول عناصر معدنية. هذول عادة دائبيتهم تتناقص مع ارتفاع البي اتش، وهذا هو بيفسر كمان انه ليش هاي العناصر في تربنا احنا
تحدث فيها نقص تظهر، يعني تظهر نقص العناصر لهذول المجموعة اللي هم الحديد والنحاس وكذا، بسبب أنه إحنا تربنا في الغالب تراب قاعدية البيئة فيها عالي، وبالتالي وفرت هاي العناصر حتكون منخفضة بسبب أنه دائما تنخفض. أما عناصر اللي هم الكبريت والمولبدنم والبورون والكالسيوم والمنغنيز، هذول بيصيروا أكثر وفرة في إيش؟ في التراب اللي البيئة فيها عالي. يعني أصلاً تربنا إحنا كالكيريس، تراب كلسية، التراب الكلسية غالباً بتكون تراب الكلاين قاعدة، يعني كلسي يعني الكلاين ربطوها مع بعض، فنادر ما يكون فيها إيش؟ نقص في وفرة عناصر مثل الكالسيوم والكبريت أو مولبدنم أو بورون. إذا سمعت إنه في نقص في عناصر هذول، في إشكالية بتكون. أما العناصر مثل مايكرونيوتريان، نفهم إنه يكون فيها، يصير فيها نقص بسبب إنه ذأبيتها لأنه تتفاعل مع عناصر تانية وبصير لها تثبيت، وبالتالي تنخفض ذأبية العناصر المايكرونيوتريان. راح نحكي بتفصيل أكثر. الكالسيوم والمغنيسيوم هذول عناصر إيش؟ موجبات الشحنة، صح؟ عادة شو كاتبين؟ يتنافسوا مع بعضهم البعض due to their similar size and charge. منطق ولا مش منطق؟ نفس المبدأ. الكالسيوم عنصر موجب الشحنة ومشحون بزائد 2، المغنيسيوم عنصر موجب الشحنة ومشحون بزائد 2. فشو بنتوقع؟ يصير التنافس بينهم؟ طبعا بيصير تنافس، ولأنهم نفس الحجم ونفس الشحنة، بمعنى إذا امتص الكالسيوم بتلاقي بيكون هذا على حساب امتصاص المغنيسيوم، والعكس والعكس. السول امبالانس في الأمونيوم والكي انترفير مع الكالسيوم. هلأ إذا طلعتوا على هذول كلهم الثلاثة اللي حكيناهم، الأمونيوم موجب الشحنة، البوتاسيوم موجب الشحنة، الكالسيوم موجب الشحنة، عشان هيك أي امبالانس بهذول بيؤدي إيش؟ إلى تثبيط أو نحكي زيادة في هذول، بيؤدي إلى تعارض في امتصاص الكالسيوم، لأنه يعني هذول موجبات الشحنة. الآن السلفيت عنصر إيش؟ كلكم تعرفوا إنه سالب الشحنة، SO4-2. عادة هذا العنصر أو هذا الأنيون نسميه highly mobile nutrient في التربة، يعني إيش؟ عنصر يتحرك في التربة بشكل سريع. شو السبب؟ السبب إنه مشحون بشحنة سالبة. هون راح نحكي عن هاي الشغلة بشكل كبير ونوضحها. كل العناصر سالبة الشحنة زي السلفيت، البيكربونات، الكلور، النترات، هذول كلهم إيش؟ عناصر سالبة الشحنة، بيخضعوا لظاهرة بنسميها ليتشنج. شو يعني ليتشنج؟ غسل. شو يعني غسل؟ إنه إذا بتضيف كمية كبيرة من المية بنزل في أعماق التربة، وممكن يوصل لإيش؟ للجراوند ووتر. السبب ليش؟ السبب بسيط، لأنهم بما أنهم سالبات الشحنة ما بنجذبوا على أسطح الكلي، لأنه أسطح الكلي شو هي؟ سالبة الشحنة. شو اللي بنجذب على أسطح الكلي؟ حكينا العناصر موجبة الشحنة زي البوتاس. إذا ما في إشي يمسكهم، فبضلوا هم دائما في محلول التربة. فإذا محلول التربة أنت رحت أضفت كمان كميات كبيرة من المياه، بسموها هاي فلاشينج، كأنك أنت بتضيف، شو بتصير؟ تغسل هاي العناصر وبتنزلها للأعماق، وبالتالي بتدخل في الأعماق السحيقة وبتوصل لإيش؟ حتى مرات للجراوند ووتر، وبتلوث المياه الجوفية. بتسمعوا أنتم مصطلح أنه المياه الجوفية ملوثة بالنترات، بس عمرك ما سمعت أنه واحد بيحكي لك المياه الجوفية ملوثة بالبوتاس أو ملوثة بالصوديوم، بيحكوش هذا. بتكون يعني السبب أنه هاي العناصر ليتشابل. شو يعني ليتشابل؟ أي قابلة للغسل. ما هي العناصر القابلة للغسل؟ هي العناصر سالبة الشحنة، مثل الكبريتات، مثل الكلور، مثل النترات. هاي عناصر ليتشابل. أرجو تكون هاي الصورة الآن واضحة لكم ليش هذول العناصر بنغسلوا بكل بساطة، لأنهم سالبات الشحنة فبنجذبوش على أسطح الكلية. أما العناصر موجب الشحنة لأنهم بنجذبوا على أسطح الكلية أو المادة العضوية، فبنمسكوا بمنحهم من إنهم ينزلوا أعماق التربة.
الآن عنصر الكبريت عنصر ممكن يتأكسد عن طريق نوع من أنواع البكتيريا اسمها تايوباسيلس. وهذه العملية بتؤدي إلى أنه يصير إفراز لحامض كمنتج يعني ثانوي، وهذا إشي كويس في التربة. فبشو لما إحنا عارفين إنه تربنا، ما حكينا إنها ترب قاعدية، فإذا أنتجنا حامض شو بتنزل من قاعديتها، يعني بتخليها أحسن، وبالتالي بيحسن بوفرة العناصر الثانية. يعني هاي البروسيس إذا صارت في التربة بتكون كويسة. العادة المايكرو نيوترين ديفيشنسي، نقص العناصر للصورة، عادة يجب أن يتم تأكيده من خلال سويل انتشو ان بلانتشو، لانه كثير من الاحيان يعني تختلط الاعراض، ومش من السهوله في بعض الاحيان انك تكون جازم انك متاكد انه هذا العنصر هو نقص حديد ولا نقص مثلا عنصر ثاني. احيانا تختلط الصوره على الواحد حتى على مختص. فعاده يفضل انك تعمل سويل او بلانتشو اناليسيس بشكل عام. هلا الميتال ماكرو نيوتريانت اللي شو زي ايش حكينا، الميتال ماكرو نيوتريانت زي ايش؟ الحديد، النحاس، هايهم، هذول بتصرفوا في التربه بنفس الطريقه بنفس الاسلوب. وعاده الديفيشنسي نقص يحدث عندما تكون البي اتش عالي في التربه. اذا امتى بتوقع يكون في عندي نقص في الحديد او نقص في النحاس؟ لما تكون تربنا او التراب البي اتش فيها اعلى من 7.5. اعلى من 7.5 معناته بتتوقع يكون في عندك مشاكل في هاي العناصر. اذا حدا عنده اي استفسار ممكن الان يكتبه او حتى يثيره، اذا ممكن يحكي، اذا بده يحكي كتابة او حتى اذا بده يحكي نعطيه مجال يسأله، ما فيش مشكلة. بس إذا الأمور واضحة بنستمر. حد عنده أي استفسار لغاية الآن؟ أنا I leave it to you، يعني بتركها لكم إنه إذا حابين تكتبوا أي سؤال الآن لغاية هاي اللحظة. طيب خلينا نستمر. فبدنا نحكي المايكرو نيوترينز، وبدنا نركز على المايكرو نيوترينز الميتال اللي هي المعدنية اللي زي النحاس، الحديد، المنغنيز، الزنك، وبدنا نحكي عنها وكيف عدد بنحل مشكلتها. في الغالب بنحل مشكلتها عن طريق المخلبات. المخلبات اللي هي عبارة عن مادة عضوية بربطوا فيها العنصر عشان يمنعوا هذا العنصر من إيش؟ اللي هو العنصر ايش اللي مقصود فيه العنصر المايكرونيوترينت، اللي هو زي الحديد او زي النحاس او زي الزنك، بربطوه بهاي المادة العضوية عشان يمنعوا هذا العنصر من انه يتأكسد. لانه مشكلة كل العناصر المايكرونيوترينت انها اذا تركت حرة، يعني اذا اضفتها انت كف اي بلس في التربة، هذا بيقدرش يقعد Fe بلس أكثر من بجوز دقائق، على طول بتأكسد. بتأكسد لإيش؟ لإيش اسمه أكسيد الحديد أو أكسيد الألمونيوم أو أكسيد النحاس. واتفقنا إحنا وإياكم جميعا إنه النبات لا يمكن يمتص عنصر على شكل أكسيد، هو بده إياه على شكل إما كاتيون أو أنيون. فعشان هيك تم اختراع فكرة التشيليت. تشيليت اسمها تشيليت أو المخلبات، هي عبارة عن مادة عضوية بتروح بين بكون العنصر اللي هو الحديد هذا، تخيلوا فيه مربوط فيها ربط هيك مش كيميائي بس زي ما تحكي حامل له. هدف هاي التشيليت إنها تحميه من إيش؟ من إنه يتأكسد، وبتضلها ماسكيته وإيش موجود في محلول التربة. بيجي الجذر بنتبه بلاقي انه والله هذا حديد، فبأخذ الحديد لحاله وبترك التشليت. هاي الفكره من وراء المخلبات. اكيد انا متاكد انكم كلكم سمعتوا فكره المخلبات. هاي بشكل بسيط انا شرحت لكم فكره المخلبات، ماده عضويه بتكون تركيبها عضوي معقد، يعني
من كربون، سلسلة من الكربونات، بيرتبط فيها عنصر اللي بدنا إياه، إذا كان حديد أو زنك أو نحاس. ارتباط بنسميه مش ارتباط كيميائي، يعني مش انه صار تحول حديد، لا، كأنه بس لف عليه، بتكون لف عليه لف حميته. حميته من ايش؟ من انه يتأكسد. يتأكسد ليش؟ يروح يتأكسد، يصير اكسيد الحديد. تتأكسد اكسيد الحديد، خلاص صار ان افيلبل، حتى لو انه موجود النبات بطل يشوفه، وبالتالي بصير غير قابل للامتصاص. عشان هيك مثلا الان لا يمكن واحد يضيف الحديد لتربنا على شكل مثلا سلفات الحديد. زمان كان في شيء اسمه سلفات الحديد، FeSO4 عبارة عن سلفات الحديد، لما تحطها في المي شو بتفكك لسلفات والحديد، إذا المفروض النبات يروح يمتص الحديد. لكن خطأ أنك تروح تضيفها لزيك. ليش خطأ؟ أعتقد الآن أنتم قادرين أنكم تجاوبوا. لأنه الحديد من أول ما يصير له ديسوشيشن ويصير على شكل Fe2 أو Fe3 على طول بتأكسد لإيش؟ لا أكسيد الحديد، وإذا تأكسد أصبح غير قابل. عشان هيك لا ينصح بإضافة الحديد في تراب قاعدية على شكل سلفات الحديد، لازم تضيفه على شكل إيش؟ مخلبي. هذا الشكل اللي بيحافظ لك عليه، مخلبات. خلينا نوضح أكثر. تشليت للأسف تنخفض فعاليتها في التراب لما تصير ملحية. التراب الملحية ها كمان عيوب إنه الواحد يضل يرفع ملوحة التربة، اللي بتصير تشليت فعاليتها بتنخفض. الهاي ليفل أوف كالسيوم والمغنيسيوم كومبيت with metal ions for binding into the chelate. يعني التراب اللي بتكون فيها محتوى عالي من الكالسيوم والمغنيسيوم، بصير الكالسيوم والمغنيسيوم هو يروح ويؤيش، يعني خلينا نحكي تنافسوا على تشليت بدل الايون اللي احنا بدنا اياه، اللي هو الايون اللي بكون بدنا اياه مثلا الحديد او الزنك. فاذا هاي من الاشياء مش لطيفه. عاده التشليت بتكون not very effective في الاسيديك سويل. هاي الحمد لله انا مش عندنا، احنا تربنا ايش حكينا، اتفقنا انه تربنا في الاردن وفي المنطقه العربيه كليتها وحوض المتوسط كلها تراب بنسميها يعني الكلاين. احد سلبيات تشليت اللي هي التشليت الصناعية، بالمناسبة التشليت ممكن تكون سينتاتيك وممكن تكون طبيعية. الطبيعية بتكون نواتج عملية تحلل الزبل زي اللي حكيناها مبارح، أوكزاليت وستريت ومش عارفة، وممكن تكون صناعية. أحد أهم مشاكلها، مشاكل التشليت أو سلبياتها، إنها عندها قدرة وميل إنها تتفاعل مع العناصر الثقيلة الهيفي ميتلز اللي هي زي النيكل والكادميوم، وللأسف هذا إشي مش كويس، لأنه إذا تفاعلت مش إنه تتفاعل هي معها، بس يعني إنها بتفضل إنها ترتبط فيه بدل ما العنصر اللي إحنا بنكون بدنا إياه اللي هو مثلا الحديد، فبتروح ترمي الحديد على جنب وبتروح وبتأخذ النيكل. وإذا أخذت النيكل شو صار؟ النيكل أسهل لامتصاص من ما إنه لو كان لحاله. وبالتالي شو بصير؟ بصير في عنا انه النبات او الثمار فيها هيفي ميتالز، يعني هذا بيعزز امتصاص العناصر الثقيله. هاي من سلبيات التشليت. طبعا هذا بشرط انه تكون تربك او ماءك فيها هيفي ميتالز. وحسن الحظ احنا عنا في الاردن، بحكي لكم من تجربتي انه احنا ما عنا هاي المشكله، خايفين عليها بشكل كبير. نيجي للتشليت اللي بتتنباع في السوق. في السوق في نوعين من التشليت، في واحد اسمها إيديتا، هيها إيديتا، وفي نوع اسمها EDD-HA. إيديتا وEDD-HA، شو الفرق بين هاي وبين هاي؟ هذه أول ما اخترعوا التشليت اخترعوا على هذا الشكل. إيديتا من وين جاية؟ من اختصار إيثيلين، أول حرف إيثيلين، داي أمين، هاي داي أمين، تترا، هاي تترا أسيتك أسيد، هاي عبارة عن حامض، هذا هو. فعشان هيك سموها إيديتا اختصار. EDD-HA عبارة عن إيثيلين داي أمين داي هيدروكسيفينيل أسيتك أسيد. الآن الفرق بين هاي وهاي، شو الفرق بين إيديتا وبين EDD-HA؟ هاي زمان كانت أول ما اخترعوا المخلبات، اخترعوا على هذا الأساس وعلى هذا الشكل. الآن بطل،
لأنهم اكتشفوا إنه هاي الإيدي دي إيديتا قدرتها على تحمل البي اتش ضعيف، يعني لا بعد 7.5 خلاص بتصير غير فعالة. طيب واحنا ترابنا في الأردن مثلا 8 ممكن توصل 8، فإذا أنا شاري ودافع مصاري على أساس إنه حديد مخلب ومش عارف إيش وما بستفيد منه، فهذا السبب إنه راحت وتم استبدالها بالإي دي دي اتش اي اللي بتحمل بي اتش لغاية 8.5. 8.5 ممتاز، واللي معروف أشهر مادة معروفة بالاسم التجاري تبعها سوكسترين، حديد السكسترين كلكم أكيد عرفتوها، والشركة المصنعة والشركة الوكيل في الأردن يعني بيعملوا أرباح ضخمة جدا من وراء هذا الحديد اللي هو عبارة عن حديد مخلب. أرجو أنها تكون الأمور هون واضحة بالنسبة للتخليب. إذا حدا عنده سؤال بيقدر يكتب سؤاله في أي لحظة. الآن بدنا ناخذ بس هيك استعراض بسيط على أعراض نقص العناصر بشكل سريع. الأعراض نقص العناصر، إحنا اتفقنا العناصر اللي هي الـ NPK الثلاثة، وفي العناصر الماك السكندري اللي هي إيش؟ حكينا الكالسيوم المغنيسيوم مثلا والكبريت، وبعدين في المايكرونيوترينت. خلينا هون إذا الصورة واضحة عندكم هون، عشان هذه قاعدة اللي فوق مكتوب on terminal buds، إذا كانت يعني الأعراض تظهر على القمم النامية فإحنا بنتحدث عن عنصرين فقط، كالسيوم وبورون. للأسف الآن ضبط الرابط معي. أوكي. هذا سؤال. طب كونه من النادر ليش تحصل حالة عفن الطرف الزهري عندنا بالبندورة؟ ما فهمتش سؤالك. نفتح سؤال أكثر. لا بتظهر طبعا ظاهرة عفن الطرف الزهري ظاهرة منتشرة، وراح نشرح لها هلا راح تشوفوها يعني، وراح نحكي عنها بإسهاب وليش. ليش احنا بهمنا نفهم ليش أكثر ما إنه بس إنها موجودة. على اليانج ليفز، على الأوراق حكينا أوش القمم، إذا على القمم بنكون بنتحدث عن عنصرين كالسيوم وبورون، إذا على اليانج ليفز اللي هي الأوراق حديثة النمو فإحنا بنتحدث عن عناصر اللي هم النحاس والحديد والكبريت والمنغنيز. أما على الأولد ليفز الأوراق الكبرى الكبيرة فإحنا هون بنتحدث عن في الغالب الأعراض بتكون واضحة زي العنصر النيتروجين والفسفور والبوتاس والمغنيسيوم أيضا. هذا بشكل عام عشان تعرفوا كيف تدوروا على العناصر، يعني العناصر الكبرى دائما بتكون هون النيتروجين والفسفور والبوتاس. أعراض نقص الكالسيوم والبورون بكون على القمم النامية، أما أعراض النقص مثلا النحاس والحديد والمنغنيز بتكون على الأوراق الحديثة النمو. نيجي للأعراض يعني كلكم عارفينها. هلا عنصر النيتروجين، دخل عندك عنصر فقر في النيتروجين بيكون اصفرار كامل، بس وين بحدث هذا الاصفرار؟ قلنا على الأوراق ايش الكبرى او الكبيره، يعني الأوراق القديمه. خلينا نحكي الفوسفور بحدث عندنا شكلتين، بيظهر اما تقزم في النبات، وطبعا بيظهر تقزم في النبات، وزائد انه بيظهر لون احمر أرجواني أو أحمر، خلينا نحكي ما يعني قرمزي بسموه. هاي الصفتين اللي بتكون موجودات في نقص الفوسفور، وفي الغالب بتكون موجودة في الغالب على الأوراق الكبيرة. البوتاسيوم بيرضو على الأوراق الكبيرة، بس شو بيكون؟ حرق في حواف الورقة، زي ما نلاحظوا حواف الورقة بتحترق. الآن هاي الكالسيوم عشان ظهرت عفن الطرف الزهري. نقص الكالسيوم بيظهر على الثمار، وبيظهر على الجزء مش منطقة اتصال العنق
لا، في الطرف الآخر بظهر هذا التبقع، شايفينه كيف؟ يعني تصبح الثمرة غير قابلة للتسويق، وهي ظاهرة موجودة وبتكون تظهر في كثير من الأحيان عندنا في المزارع في أوقات محددة تقريبا، تظهر عليها أعراض نقص الكالسيوم. الغريب إنه ليش، سؤال هذا هو اللي بدنا نفكر فيه، ليش تظهر أعراض نقص الكالسيوم رغم إنه تربنا كلسية، ورغم إنه حكينا الكاتاين إكسشينج كاباسيتي 75% منها كالسيوم، وهل معقول انه يكون الكالسيوم هو مش موجود في التربه؟ اعتقد انه انت الان تقدر تجاوب انه لا، القضيه مش انه الكالسيوم مش موجود، الكالسيوم مشكلته انه من العناصر البطيئه الحركه داخل النبات، وعنده مشكله في التحرك داخل النبات. فبالتالي تحدث هاي الظاهره تحديدا في اشهر تقريبا البرد، يعني في مثلا في غور الأردن، لما تكون عمليات النتح في أدنى مستوياتها، بتبدأ عملية امتصاص والترانسلوكيشن بيسموها، عملية انتقال الكالسيوم داخل النبات، مش في أحسن حالاتها. لأنه الكالسيوم بيدخل في صناعة جدار الخلايا، فبتظهر هاي الظاهرة. في هاي الحالة إذا نقص الكالسيوم لا ينصح بإضافته عن طريق التسميد بالتربة، إنما رش ورق، ممكن ترشه رش ورقي، لأن القضية مش إنه هو مش موجود في التربة، لا بيكون موجود، بس في عندي إشكالية في عملية الامتصاص وعملية الترانسلوكيشن نقله داخل النبات، راح نحكي عنه كمان ربما أكثر من هيك. الكبريت إذا بتلاحظوا بصير عندنا overall chlorosis اللي هو اصفرار، اصفرار هون ما بين العروق، كلمة chlorosis اللي هي إيش؟ اصفرار ما بين العروق، هذا عنصر الكبريت. المغنيسيوم intervenous process هون نقص عفواً بيكون اصفرار ما بين العروق زائد necrosis، يعني لاحظين بيكون في موت في الخلايا اللي على حواف الأفراغ، حواف الورقة. نأخذ الحديد، الحديد زي ما أنتم شايفين بيعمل intervenous chlorosis اللي هو اصفرار ما بين العروق، زائد بتلاحظوا أنه على حواف الورقة بيصير في bleaching، كأنه يعني أنت المنطقة هاي bleaching، كأنه أضفت منظف يعني وشلت المادة الخضراء، bleaching من هون في منطقة اتصال العروق. إذا شفت هيك أعرف أنه هذا حديد، عشان تميزه عن أي كلوروسيس ثاني أو انترفينال كلوروسيس، أنه على منطقة اتصال قاعدة الورقة بيكون حديد. الزنك في المقابل بيعمل انترفينال كلوروسيس، كله بيعمل انترفينال كلوروسيس، لكن الزنك بيعمل إشي مهم، أنه بيقصر المسافة ما بين السلاميات، عارفين هاي الظاهرة انه المسافة بين السلاميات بتقصر، فبالتالي هاي بتخليك تميز انه هذا الانترفينال كلوروسيس هو سبب الزنك. المنغنيز انترفينال كلوروسيس، لاحظوا كل هذا بيعمل انترفينال كلوروسيس، عشان هيك حكينا مرات من الصعب انك تميز. المولبدونان بيعمل اوفر اول كلوروسيس، اسفار كامل. البورون بعمل اصفرار خفيف وكيرد مجعدة، ويعني زي شكل نحكي يعني تجعد، خلينا نحكي الصوت اختفى. احنا مش ما توقفتش الجلسة، بس احنا بدنا نستنى زميلنا عشان يطرح سؤاله. ما نسيتك العافية. تفضل سيف، صوتك مسموع، تفضل. طفيت المايك من عندك. مهندس بس في سؤال صغير، احنا حكينا عن مشكلة العفن الطرف الزهري، يمكن سألت السؤال هذا قبل بس يمكن ما حصل اني شفت المشاركة. بس احنا بالنسبه لمشكله عفن الطرف الزهري، احنا عرفنا انه بالنبات احنا عندنا بالتربه عفوا الكالسيوم عندنا نسبه عاليه كثير في التربه،
نعم حكينا انه تفضلت اني حكيت انه حركه نشيط طب التربه. طب تمام، هلا احنا الان كيف ممكن نعالج المشكله بدون ما نضيف الكاليوم من التربه؟ يعني شو ممكن نقلل، شو ممكن نزيد احنا؟ ويمكن اذا انت شارحه يمكن انا ما طرقت لها، بس يا ريت توضح لنا اكثر بالنسبه لمشكله العفن الطرف الزهري، وتركز عليها اكثر كونها احنا يعني كونك حكيت في اول المحاضره انه موجود كثير بالتربه وبس. وشكرا لكم هندس. بارك الله فيك، شكرا لسؤالك. هذا سؤال مهم، انه فعلا احنا كيف نتعامل مع ظاهره مثلا العفن الطرف الزهري، بما انه هذا العنصر هو عنصر موجود ومتوفر في التربه. فانا ما بتوقع انه اي واحد فينا اذا صار ظهرت عنده نقص الكالسيوم، احنا عفن الطرف الزهري يعني نقص كالسيوم، يروح يحكي والله بدي اروح اضيف كالسيوم، يعني اضيف كالسيوم للتربه. لا، اوعك تضيف كالسيوم للتربه، التربه بتكون غنيه جدا بالكالسيوم. المشكله في عمليه امتصاص وتحريك، بنسميها امتصاص وتحريك الكالسيوم داخل النبات، بتكون المشكله هيك. وفي الغالب تظهر حكينا هاي الظاهره في فتره محدده في السنه، في الفتره اللي بتكون فيها بتصبح عمليات النتح والتبخر في يعني في درجات منخفضة. هون بيصير بسبب إنه نقص الامتصاص بشكل عام، وإضافة إنه في الكالسيوم من العناصر الرئيسية في النبات، لأنه النبات بيسحبه بكميات كبيرة، بده إياه على أساس إنه بدخل في تركيب جذور الخلايا. هون تحدث مرات هاي الإشكالية. الآن إحنا فاهمين الظاهرة كيف بتحدث، بس السؤال إنه كيف بدنا نعالجه؟ زي ما السؤال، إحنا في الطريقة الأكثر جدوى للمعالجة مش بإضافة للتربة، إنه ممكن يكون مرات عن طريق الفولير أبليكيشن. ممكن تضطر إنك أنت ترش رش رش ورقي. إذا رشيت رش ورقي بيكون الوضع يعني أفضل من أي طريقة ثانية. هذا اللي الطريقة الأكثر جدوى، يعني ما في طريقة ثانية. أرجو أن تكون الإجابة واضحة. طيب، أنا بعتقد أنه الآن إحنا بما أننا أخذنا ساعة، خلينا نأخذ الآن وقت مستقطع ربع ساعة للي بده يصلي العصر، لأنه جزء شباب تتم بس لآخر شيء كنا نتحدث فيه. زميلنا سأل عن موضوع عفن الطرف الزهري، أو خلينا نحكي نقص الكالسيوم، وإحنا تحدثنا أنه يعني مش من ال خلينا نحكي المفروض إنه الواحد لما تظهر عنده نقص الكالسيوم يروح يضيفه للتربة، لأنه تربنا في الواقع غنية بالكالسيوم. لكن تحدث مع ذلك للأسف يحدث نقص الكالسيوم، لأنه الكالسيوم هو من العناصر زي ما حكينا إنه في هاي ديماند عليه، بيحتاج النبات لأنه بيدخل في تركيب هيكل النبات. بس أحد عيوبه إنه هو موبايل داخل النبات، يعني داخل النبات هو عنصر غير متحرك، وبالتالي غالبا لما يكون عنصر موبايل بتكون البادز الجديدة ما بتقدر تسحبه، وهاي البادز بتكون بحاجة لأنها بتكون بخلاياها وبتكون في الهيكل تبعها. عشان هيك الثمار اللي بتكون على الأطراف بتعاني منها، وبالتالي بتظهر هاي الأعراض اللي احنا شفناها. وين نرجع زي هاي الأعراض، لأنه هون بيكون بده كالسيوم فما في كالسيوم فبتظهر هاي الأعراض. هلا الأسباب زي ما حكينا أسباب متعددة، منها إنه نقص النتح، أو قد يكون أهم الأسباب أنا برأيي إنه كمان بيساعد يعني بيعزز إنه يكون إمبالانس في عملية التسميد. لأنه حكينا الكالسيوم عنصر شو موجب الشحنة، وبالتالي إذا المزارع بفرط في تسميد أسمدة موجبة الشحنة زي البوتاس زي الأمونيات، فشو بتتوقع؟ هذول بيجي امتصاصهم بخرب امتصاص حكينا إيش الكالسيوم، لأنه زيهم. فالنبات بده نيتروجين وبده بوتاس وبده كذا، فإذا عم بأخذ أمونياك وانت بضيف أمونيوم على شكل أمونيوم أو بتحط بوتاس كثير، وللأسف المزارعين لما يصير في ثمار في الغالب بصيروا يحطوا بوتاس كثير، وممكن يكون هذا من أحد الأسباب اللي بتساعد. زائد اللي بيكون أصلاً عملية النتح منخفضة وفي ثمار متكونة والعنصر إم موبايل، كل هذه الظروف مع بعض بتؤدي إلى نقص، وبالتالي تظهر الأعراض.
لكن اللي بيهمني في هاي القصة إنه ما حدا يروح إنه يروح يضيفه على التربة، لأنه مش مقبول إنك تضيفه على التربة لأنه هو موجود في التربة. الحل إنك تكون عن طريق فوليار أبليكيشن، رش ورقي، وهون أنت ممكن تعمله رش ورقي إذا كان عندك إكسبيرينس في هذا الموضوع، يعني تجربة سابقة، بتكون رش ورقي بسموه احترازي وقائي في الفترات اللي أنت صار عندك خبرة فيها إنه هاي الفترة بتظهر فيها نقص الكالسيوم، صير اعمل فوليار ابليكيشن، يعني لما تحكوا احترازيا. طيب شفنا احنا هاي مثلا اعراض نقص العناصر على محصول البندورة، النيتروجين اصفرار، الفوسفور شايفين لون البيربل اللي هو اللون القرمزي او اللون ايش نسميه، البوتاسيوم انتم عارفين شو بكون. على الخيار مثلا طلعوا هون، هذا نبات سليم ونبات عليه أعراض نقص، هذا عليه أعراض نقص النيتروجين، هون أعراض نقص الفوسفور. لاحظوا كيف تقزم، في أعراض تقزم وفي لون بيكون بني، طبعا هون اللون مش واضح. البوتاسيوم نكروسز، على نكروسز يعني اللي بيسموها إيش، عبارة عن احتراق حواف الأوراق. البوتاسيوم ايضا بتلاحظوا هاي الثمره، بتشوف جوز عدد كبير منكم شاف ثمرات خيار زي هيك، هذه عباره عن نقص بوتاسيوم. اذا شفتوا ثمره خيار بهذه الطريقه هي هذا الشكل التشوه، في الغالب بتكون اعراض نقص بوتاسيوم. الكالسيوم حكينا اتفقنا انه البادز دائما بيظهر في البادز وفي الثمار، لانه اموبايل داخل النبات، وبالتالي بتقدرش البادز تسحبه من الاوراق السفليه او من الجزء السفلي للجزء العلوي، فبتظهر الاعراض هون على شكل، بتكون الورقه على شكل كب هيك، كاس ومتجعده، كانه فكر انت اصابه حشريه، لا بس هي عباره عن نقص الكالسيوم اذا كانت على الاطراف. هون اعراض نقص البورون، شايفين كيف هاي الأعراض مميزة له، زائد هاي التقرحات. المغنيسيوم احنا حكينا عنه اصفرار بشكل عام. السمية يعني زيادة الأملاح، تذكر احنا حكينا عن الأملاح، حكينا النبات بيقدر يضل يتحمل أملاح، وبالظاهرة الظاهرة اللي سميناها invisible salinity اللي هي الملوحة غير المرئية. الملوحة غير المرئية شو معناها؟ إنه نبات لا تظهر عليه أعراض الملوحة، بس بيش بتأثر إنتاجه. احنا هون لا، احنا وصلنا لمرحلة أعلى إنه صارت الأملاح إكسس وأكثر من قدرته على تحملها، فبتصير تظهر أعراض الملوحة، النبات بيبدأ يذبل نفسه. إذا كان الكلور، لاحظوا الكلور بيؤدي الى كانه بليتشنج، كانه واحد ضايف، يعني الكلور اللي هو بيعمل البليتشنج. المنغنيز بيعمل هاي البثور اللي انتم شايفينها. طيب الان انا بدي استعرض انا وياكم يوتيوب، هذا اليوتيوب بتحدث عن أعراض نقص العناصر، فأنا حبيت أني أشارككم هذا اليوتيوب، خلينا نشوفه مع بعض. أعتقد أنه جيد أنكم تشوفوه. بعرفش مهندس هو بكون هيك بيحمل مفروض. مهندس ليه؟ أنا موجود معك. هلا هيك بيحمل مفروض، مش هذا الشكل القابل للامتصاص، احنا اتفقنا، بس خلص اتفقوا من زمان انه بكتب الفوسفور على باكيتات الاسمده وعلب الاسمده وشحوالات الاسمده بهذه الطريقه، وبكتب البوتاس بهذه الطريقه. هلا البوتاس بيتم امتصاصه على شكل كي تو او؟ لا، بيتم امتصاصه على شكل كي بلس، فبس عشان نعرف انه هاي الطريقه. ونرجع نتذكر انه لانتاج 1 طن من الغذاء، من الثمار، بدنا 3 كيلوغرام نيتروجين و1 فوسفور و5 و4 ل5 بوتاسيوم. ليش احنا حكينا هاي الشغله؟ احنا حكينا هاي الشغله لسبب بسيط. اكتشفوا العلماء في
بموضوع الأسمدة، إنه الثمرة هي عبارة عن السنك، بالوعة الثمار. وبالتالي إذا أنت بدك تعرف قديش بدك تسمد، عادة الثمار بتسحب الغذاء أو النيوترينس من التربة وبتخزنها. وبالتالي إذا عرفت قديش الإنتاج، أنت عمليا عكسيا ترجع بتعرف قديش بدك تسمد. فهاي العلاقة هي علاقة مرتبطة بالإنتاج. فإذا أنت مزارع بنتج 10 طن من محصول البندورة، بصير عليه شو يحكي؟ بدي أضرب 3 ضرب 10 بدي 30 كيلوغرام نيتروجين، ونفترض أنه هذا واحد، بصير 3 10 ضرب 1 10 كيلوغرام فوسفور، وبده نفترض أنه هون 4 4 ضرب 10 40 كيلوغرام بوتاس. وضحت المعادلة؟ إذا المعادلة اللي بدنا نحفظها 3 1 نفترض 4، هيك خلينا نحكي 3 1 4 3 1 4. هذول ايش 3 1 4؟ لانتاج 1 طن من الماده. مثلا اذا محصول كوسه بنتج بدهم 3 طن، فبصير شو بدي اضرب؟ 3 ضرب 3 بدي هون 9 كيلوغرام نيتروجين، وهون بدي 3 كيلوغرام فوسفور اللي هو 1 ضرب 3، وهون بدي 4 ضرب 3 بصير 12 كيلوغرام بوتاس، وهكذا. محصول الخيار بنتج مثلا، نفرض مثالا يعني، بنتج 8 للدنم او للبيت، فبصير تضرب 3 ضرب 8 1 ضرب 8 4 ضرب 8. هاي هي المعادلة. أوكي، أنا برضو بدي إياكم تنتبهوا لهي القضية. حتى تحول البوتاسيوم من شكل P2O5 إلى P اضربه ب 0.44، يعني هذا الرقم إذا ضربته ب 0.44 اللي هو تقريبا نص، خلينا نحكيه، إيش بصير؟ على شكل P. والبوتاسيوم اللي على شكل K2O5 اذا تحوله ل K اضربه في 0.83. هذول الكونفرشن ريشيو تبعون الايش، من P2O5 ل P، ومن K2O ل K. تمام. هذا الجدول بفرجيكم قديش العناصر. هذا جدول يعني من تجارب، والمصدر الـ IFA International Fertilizer Association، اللي هي هاي يعني مؤسسة عالمية تتعلق بموضوع الأسمدة. فوجدوا أنه مثلا الـ Processing Tomato، هاي مثلا على محصول البندورة، بدها لكل طن قالوا 10، عفوا إذا كانت تنتج 4 إلى 5 طن، معدل إنتاج 4 ل 5 طن، فبتحتاج من 10 ل 15 كيلوغرام نيتروجين صافي. إذا قسمت 15 على 5 قديش بيطلع؟ تقريبا 3، الرقم اللي احنا حكيناه. الفوسفور بتحتاج من 2 ل 4، 3 خلينا، إذا 3 اقسمها الرقم اللي حكيناه اللي هو 0.8، من 15 ل 30. لاحظوا إلا الفوسفور، لأنه حكينا الفوسفور بيجي من 3، من إذا بترجعوا للي قبلي، عفوا مش الفوسفور، البوتاس، من 4 ل 5. تمام. هذا البروسيسنج توميتو، بينما اذا كانت اوبن فيلد معدل انتاجها 8، صار بدنا قديش نيتروجين؟ تذكر المعادله كانت 3، 8 ضرب 3 بيطلع الجواب 24 حسب معادلنا، هم بالتجربه لقوا 25. طيب حكينا هون واحد، تذكروا؟ طيب 8 ضرب 1 بيطلع الجواب 8، يعني فعلا 8. احنا هناك قديش حكينا؟ من 4 ل 5 مزبوط، تذكروا؟ مش حكينا من 4 ل 5، نفترض انها 5، 5 ضرب 8 40، هم طلع معهم هون 50، في بحبحة طالع معهم شوي. إذا المعادلة اللي بدي إياكم تحفظوها هاي معادلة أستطيع أن أقول إنها صالحة لمعظم الخضروات، وإذا حطيتها أنت بالسيف سايد. يعني إذا حطيت إنه بنيت برنامجك على هذا الأساس، فأنت بالسيف سايد. 3 كيلوغرام نيتروجين، 1 كيلوغرام بي تو أو 5، و5 حتى تكون بالأعلى سيف سايد، ها 5 ايش بوتاس. بس انتبهوا، احنا بنحكي عن بوتاس على الشكل K2O، وبنحكي عن فوسفور على شكل B2O5. تمام، ارجو انها تكون واضحه. اذا حدا عنده اي استفسار ممكن يسال الان، لانه انا هون بدي ابني عشان كيف نعمل بعدين حساباتنا. اذا حدا عنده استفسار او الامور مش واضحه يحكي لي. مش شايف الشاشة شكلها، صار إشي
في حدا كتب إشي بس للأسف أنا ما في مشكلة عندي الشاشة. تمام، إذا ما في مداخلة خلينا نستمر. تمام. الآن كيف بدنا نحسب احتياجات العناصر الغذائية للمحصول؟ أول إشي بنيجي مثلا، إذا بدنا نيجي ناخذ عنصر النيتروجين مثلا، بنحكي أول إشي بجيب قديش بده المحصول. كيف بده المحصول؟ هلا عرفناها قديش بده المحصول، إنه قديش من المتوقع ضرب اللي بدنا إياه أو الرقم اللي بدنا إياه. يعني نيتروجين قديش بده؟ 3، ومتوقع الإنتاج مثلا 10، إذا بدي 30 فبحط هون 30. هاي بيسموها إن كروب. إن كروب يعني النيتروجين اللي بيحتاجه المحصول. بيحتاج المحصول إيش هو؟ قديش بيحتاج للطن مضروب بعدد الأطنان، expected yield مضروب بالاحتياجات لكل طن. هاي الاحتياجات لكل طن حفظناها، صارت كنا حافظينها 3 1 5، هاي هيك بدنا نحفظها 3 1 5. فاذا اذا بنحكي عن عنصر النيتروجين، ناخذ هون المثال احنا النيتروجين، اذا اخذنا انه بيحتاج من للمحصول كميه الانتاج مضروب باحتياجه للطن الواحد، اخذنا منتاج مثلا 10 طن وضرب 3 صار في عندي 30. هذا ما يحتاجه المحصول، لكن يجب ان نطرح منه ما يتم تزويده من التربه ومن الماء ومن المنيور. اكيد احنا اذا كنا بنزرع في تربه، أكيد التربة مش فاضية، مش فيش فيها عناصر، لا فيها. إذن لازم نطرح إنه قديش التربة ممكن تزودني، وقديش المية ممكن يكون فيها عناصر، وقديش المنيور إذا أنا بضيف زبل، زبل بلدي، قديش هذا الزبل. إذن المعادلة الأولى احتياج المحصول ككل، إذا أنت حطيتها وما طرحتش منها اللي موجود في التربة واللي موجود بالمصادر الأخرى، بس أنت كان عامل over estimation وعامل over fertilization، عامل زيادة في التسمين، وهذا لا ينصح فيه، لأنه هذا بصير أنت دافع مصاري ما إلها مبرر، والأسمدة مش ببلاش، الأسمدة غالية، فبالتالي ما بصير أنك تدفع هاي الأرقام. أوكي تمام. الآن طيب عرفنا اللي من المحصول، طب كيف بدي أعرف التربة؟ نجي التربة الوحيد اللي بدي أجله شوية بس راح نجي اللي، طب اللي من المية، من المية لازم يكون أنت عندك عامل تحليل للمية وتكون تعرف المية قديش فيها نيتروجين وقديش فيها فوسفور وقديش فيها بوتاس. هذا الحكي مهم فقط في غور الأردن من وجهة نظر، لأنه في غور الأردن اللي نحن نستخدم مياه مستصلحة بكون فيها نيتروجين وفوسفور وبوتاس، بينما كل الزراعات في المناطق الثانية اللي بتعتمد على الجراوند ووتر ممكن هذا الرقم نعتبره صفر، ما بنهتم فيه. لكن في الزراعات في وادي الأردن لا، لازم نعتبره، لأنه بيكون في نيتروجين وفوسفور وبوتاس. بس عشان نقدره كيف العملية، بتشوف قديش تركيز النيتروجين في المية. مثلا إذا كان تركيز النيتروجين في المية حكى لك 20، بتضربها باحتياجات المحصول بالسنة من المية. أنا بقول طب كيف بدي أعرف احتياجات؟ هاي رح نعرفها طبعا. مثلا محصول البندورة بيحتاج في السنة 500 متر مكعب، إذا بصير 20 ضرب 500 واقسم على 1000، إذا طلعت هيك بطلع الجواب معك بالكيلو. 20 ضرب 500 قديش صار الجواب؟ 10000 تقسيم 1000، هاي 10. إذا صار في عندي كأنه رح يجيني من المية 10 كيلو جرام صافي نيتروجين، يجونه من وين؟ من المية. هذا افتراض، هذا السؤال اللي انا حكيته فيها، ضربت كيف انا طلعتها؟ انه قديش التحليل المية اعطاني نيتروجين، هذا مختبر بكون محلل لك اياه، اعطاك 10 ولا اعطاك 20 وبتضربه باحتياجات المحصول طول الموسم، وهذا الرقم بكون موجود ومعروف للي عنده خبره في الزراعه، بصير يعرف انه طول الموسم انا بحتاج 500 متر مكعب ولا 550 ولا 600 ولا كذا. اذا بصير الرقم اللي هو حاطه 10 ضرب 500، لو افترضنا 10 هون، 10 ضرب 500 شو بيطلع الجواب؟ 5000 على 1000 شو بيطلع الجواب؟ 5. اذا كانه هون راح يجيني 5 كيلو جرام نيتروجين صافي من وين؟ من المي. نيجي على المنيور. المنيور
بنشوف قديش كمية النيتروجين، قديش كمية المنيور اللي أضفته ضرب نسبة المنيور، وهي راح نحكي عنها هلا في الجدول. هون هذا مثال على العناصر الغذائية في مياه الري. نيجي مياه ري حللناها، هاي مياه ري، ولقينا انه فيها 18 نيتروجين ملي جرام نيتروجين لللتر، و4 فوسفور، و35 بوتاس. وانت مطلوب منك تعرف قديش مساهمه. تيجي للنيتروجين، النيتروجين زي ما حكينا 18، وبحكي لك المجرى رح يضيف 500 متر. اذا 15 18 ضرب 500 على ايش؟ على 1000. طلع الجواب كم؟ 9. 9 ايش؟ 9 كيلو جرام نيتروجين رح يضيف. بالنسبة للفوسفور أخذ عندي 4 ضربها ب 500 قسمها على 1000، طلع الجواب إيش؟ 2 كيلوغرام فوسفور. 35 بوتاس، طلع البوتاس كمية كبيرة، 35 ضرب 500 على 1000 طلع الجواب 17 كيلوغرام. إذا لاحظوا، بالمناسبة هذا تحليل واقعي ومش افتراضي في وادي الأردن. إذا لاحظوا الكم، إنه المية ساهمت بشكل سيجنيفيكانت في تزويدنا بجزء كبير من احتياجات النبات. هذا بالنسبة للمي. نيجي للعناصر الغذائية في السماد البلدي. أنا عشان الغنى السماد البلدي أريحكم، وما نضلناش نقعد نحسب القاعدة هاي، احفظوها. كل طن زبل بلدي بيعطيكم الكمية التالية: 3 1 4، احفظوها وخلص. كل طن، هاي نتيجة تجارب طبعا وتحليل، كل طن زبل بلدي كأنك ضايف 3 كيلوغرام نيتروجين، 1 كيلوغرام فوسفور، و4 كيلوغرام بوتاس. تشبه القاعدة إيش اللي حفظناها، قاعدة إيش كل طن من الإنتاج قديش بيسحب، تقريبا تشبه نفسها، الأرقام بيشبهوا بعض. 3 1 4، هناك حكينا 3 1 5 تقريبا، 4 ل 5، هاي برضو نفس الشيء 3 1 4. الآن هاي المعادلات كيف احنا وصلنا لها، بس انا ما بدي اياكم تدخلوا بهاي التفاصيل. بس عندي هون مهندس سمير، في زميلتنا المهندسه علاء بتحكي بغض النظر عن نوع السماد البلدي. بالضبط، سؤالها ممتاز. هو مش بغض النظر صراحه، هو احنا اخذنا الافرج، بس انت لك خذ هذا الافرج وانت مرتاح، لانه يعني حاولنا نكون احنا بالسيف سايد. بس طبعا لا شك في فروقات بين المانيور، طبعا زبل الدجاج او زبل الغنم، بس احنا اخذنا الافرج، فانت بتاخذه انت يعني بشكل عام مطمئن. الان اهم شيء التربه. التربه عاد هي الاشكاليه، كيف تحسب في التربه؟ هون بدنا يعني بس تركزوا معي شوي. طبعا هون انت لازم تكون تروح حللت التربة، وانت لما تروح تحلل التربة بدك تحلل لثلاث عناصر: بتحلل للنيتروجين، وتحلل البوتاس، وحلل للفوسفور. عادة بتحلل للنيتروجين لأي شيء اسمه إليمنتال نيتروجين، اللي هو النيتروجين المعدني. فإذا حكى لك مثلا، هاي نتيجة التحليل، إذا حكى لك إنه النيتروجين المعدني في تربة ما هو 1 بالعشرة بالمية، قديش هاي كم تكافئ كيلوغرام بالدنم؟ المعادلة، أنا بديش إياك تدخل بكل التفاصيل، ولا بس هي العلاقة إحنا أخذناها وضربناها بالبلك دينسيتي وضربناها، بديش تحفظ كل التفاصيل، بدي تحفظ هذه آخر إشي. النسبة مضروبة 45.5، بطلع كمية كم من كيلوغرام نيتروجين موجود في الدنم. النسبة اللي هاي يعطاك إياها وضربها ب 45.5، فإذا 1 بالعشرة ضرب 45.5 بيطلع الجواب كم؟ 4.5، مظبوط؟ 1 بالعشرة ضرب 45.5 بيطلع الجواب كم؟ 4.5. هاي بدك تحفظوا إياها. يعني للنيتروجين تأخذ الرقم اللي يعطاك إياه اللي هو النيتروجين المعدني نسبته، وبتضربه ب 45.5. هذا للنيتروجين. نشوف الآن للفوسفور نفس الإشي، وفي معادلة. النسب هون كمية الفوسفور بسموها PPM، بيعطيك إياها بالبي بي أم، كمية الفوسفور اللي بيعطيك إياها بالتحليل تضربها في 0.049 أو 0.05، نفس الإشي يعني عشان نقربها. إذا كان التحليل معطيك 50
بدك تضربها ب 0.05، قديش بيطلع الجواب؟ 50 ضرب 0.049، او احنا اتفقنا انه نحكي 50 ضرب 0.05. اضربوها عندكم، كل واحد يضربها عنده، 50 ضرب 0.05 طلع جواب 2.5. 2.5 ايش؟ كيلو جرام فسفور في الدنم. اذا لما يكون محلل لك فوسفور ومحكي لك انه الفوسفور 50 بي بي ام، هذه عباره عن 2.5 كيلو جرام فوسفور. كيف عرفناها؟ تاخذ كميه الفوسفور اللي اعطاك اياها تضربها في 0.05، كميه الفوسفور اللي اعطاك اياها تضربها ب 0.05. النيتروجين حكينا ايش نسبه النيتروجين، بنضربها بايش؟ 45.5. هذول بس، هذول اللي بدي اياكم تحفظوها. نيجي للبوتاس، البوتاس كميه البوتاس اللي بعطيك اياها بتضربها ب 0.12. فمثلا اذا كان معطيك البوتاس 15 عفوا 150 بي بي ام او جزء من مليون موجود في التربه، ضرب بضربها في 0.12 بيطلع الجواب 18 كيلو. 150 ضرب 0.12 15 كيلو. واللي بده يقرب وبدوش يحسبها يحسبها 0.1 عشان يسهل عليه بقدر، خلص يعني مش مشكله، يعني مش مطلوب هون نكون دقيقين بالمطلق. يعني بدل احنا هي بتطلع 18، لو كانت 0.1 صارت معروف، صفر مع صفر راح صارت 15. إذن البوتاس كم؟ 15. إذن هون صارت المعادلة سهلة علينا. بالتربة بس بحلل التربة بكون طالب منه في المختبر، يا لو سمحت أعطيني قديش نسبة النيتروجين بيسموه الإليمنتال المعدني، وقديش فوسفور وبوتاس. بعطيك هذول الثلاث أرقام، أنت لحالك تضربهم بالفاكتورز بتعرف هذول كم يكافئوا كيلوغرام للدنم، قديش كأنه في عندك موجود كم كيلوغرام من هذا السماد في الدنم. في سؤال؟ في سؤال بتحكي زميلتنا اعتماد، متى بتحول إلى فسفور في حساباتنا بما أنه هو اللي يمتص النبات؟ راح نجي، good question، ممتاز مهندس، احتفظ في هذا السؤال، راح نجي. احنا الآن لاحظين شو عم بنطلع؟ كي، طلعوا مثلا هون كي على شكل كي مش على شكل كيتو ماشي، وطلعوا مثلا على اللي قبلها بي، حساباتنا بي، ما احنا على شكل بي على شكل ان. انا ما سويت هون بي 205، كله ستاندرد، كله عم بحسب على اساس انه معياري واحد اللي هو ان بي كي. بس هلا صارت القضيه سهله، حسبنا التربه والكذا، ناخذ هلا قبلها أو أنا أشوف إذا هون هذا مثال تدريبي. تربة حللناها وجدنا نتيجة التحليل كالتالي، إنه نسبة النيتروجين المعدني 12%، نسبة الفوسفور 30، ونسبة البوتاس أو مش نسبة عفوا كمية الفوسفور والبوتاس هون 30 بي بي أم وهون 30. ولما حللنا المية طلع معنا نتيجة التحليل كالتالي، بحكي لك احسب قديش النت فوسفور كالكوليت كمية النيتروجين والفوسفور والبوتاس المطلوبة. إذا المزارع متوقع أنه ينتج 10 طن بالدنم والمتطلبات المحصول من المياه هي 500، وأنه اللوكال اكسبيرمنت في يعني تجربة في المنطقة بتبين أنه كل محصول بسحب 3 كيلوغرام نيتروجين، 1 كيلوغرام فوسفور، و4 كيلوغرام بوتاس. بتذكروا هاي المعادلة اللي حكيناها أول. الحل، نروح نشوف كيف الحل. أول إشي، أول خطوة في الحال إيش؟ أشوف قديش النبات كله بحتاج. هاي إيش؟ أخذنا الإكسبكتد ييلد ضرب الديماند بيطلعوا. النيتروجين بده 3 ضرب 10 متوقع إنتاج صار 30. الفوسفور بده 1 ضرب 10 متوقع، ما هو الإنتاج متوقع كان 10 صار 10. البوتاس الديماند بدي 4. حسبنا هون في السؤال كان معطيني يعني 4 ضرب 10 متوقع انتاج، اذا 40. الان هذه ايش الكميه الموجوده وين في البديهه المحصول؟ لازم اطرح منها الكميه الموجوده في التربه. الكميه الموجوده في التربه اعطاني 4.5. ليش طيب اعطاني 4.5؟ ارجعوا، لانه شو اخذ؟ اخذ البوينت 1.2، شو سواها؟ ضربها في ايش عشان تكونوا عارفين؟ ارجع لكم اياها،
النيتروجين شو بضربها؟ ب 45. فاضربه بوينت 12 ضرب 45 بيطلع الجواب كأنه 4.5. تمام. للبوتاس، عفوا للفوسفور، الفوسفور كان معطيني اياه في السؤال، كان معطيني 30. الفوسفور لازم اضرب ايش؟ بوينت 05. لما تضرب 30 ضرب بوينت 05 بيطلع 3.3. البوتاس كميه البوتاس اللي كانت 100 بضربها كم؟ في بوينت 12 اللي هي طلعت 14.4. هاي الكميه الموجوده في التربه. نجي الكميه الموجوده في المياه، اخذ الكميه الموجوده في المياه اللي هي هاي الكمية، شو بنضربها ب قديش بحتاج المحصول، وبقسمها على 1000. إذا 15 ضرب 500 على 1000، 5 ضرب 500 على 1000، 35 ضرب 500 على 1000. عشان هيك طلعت هاي الأجوبة 7.5، 5 و7 21. تمام. النت، هلا النت شو هو؟ عبارة عن هاي ناقص هاي ناقص هاي، هذه 30 ناقص 4.5 ناقص 7.5 بتساوي الجواب تقريبا 18. الفوسفور، شوف الفوسفور كنا بنحتاج 10، لكن في التربة بتزودنا بثلاثة، المياه زودتنا بخمسة، صار الجواب قديش بدي نت؟ 1. البوتاس كنا بنحتاج 20 كمحصول، بحتاجهم 20، التربة زودتني في 14، المية زودتني ب 21. إذا النت اللي لازم أضيفه كم؟ 4. شفتوا الفرق بين النت وبين الاكسبكتد؟ الآن هذا ما يحدث مع المزارعين. للأسف المزارعين بيسمدوا على هذا الأساس وبتجاهلوا اللي موجود في التربة، وبتجاهلوا اللي موجود في النيوتريانت، وبتجاهلوا حتى هون ما أخذناش المنيور. المزارع ما أضافش منيور يعني، وعادة المنيور بتكون كميته مش عالية. بس شفتوا شو اللي بصير؟ أن المزارع لما يتجاهل اللي موجود، بدل هو كان مفروض يضيف 30 نيتروجين صار بده يضيف 18، في فرق كبير. العشرة فسفور صارت 1. بالمناسبة الفسفور هو الأغلى، يعني في الأسمدة الفسفورية بيعرفوا زملائنا إنه الفسفور عنصر غالي جدا. أنت كنت 10 يعني صرت بدك 1، نسبة خفض 90%. البوتاس أيضا سمد غالي، من 40 أنت بتحتاج صار مطلوب منك 4، برضه 90%. شايفين الفرق؟ هذه أول خطوة في الحل. انت هون هذا اللي بدك تضيفه، هاي هي الكميه اللي بدك تضيفه. الان هلا السؤال، نرجع للسؤال انه كيف بدنا نضيفها. قبل ما اروح، حدا عنده استفسار عن هاي النقطة ولا مش واضحة؟ لأنه هاي الأساس في عملية الحساب. أرجو أنكم تحكوا، إذا مش واضحة برد أعيدها لأنها ضروري أنكم تفهموها. كيف حسبناها من البداية؟ الكونسبت صار واضح عندكم، أنه أنا بشوف المحصول قديش بحتاج، كيف بشوف المحصول قديش بحتاج؟ من عبارة عن الاكسبكتد ييلد، الإنتاج المتوقع، مضروب بالديماند تبع المحصول. الديماند من وين؟ قاعدة حفظناها كليتنا، 3.1.5 أو 3.1.4. أوكي؟ هذه بسموها النيوتريانت ريكوايرمنت، عبارة عن الاكسبكتد ييلد ضرب الديماند. الديماند من وين عرفناها؟ حكينا قاعدة 3.1.5. مزبوط؟ المهندس خليل بيسأل انه هاي الكميات لكل دونم. ايوه بالضبط، حساباتهم كلها بير دونم زي ما انت شايف مهندس خليل. نعم، هاي الكميات كلها للدونم. والمهندس علاء بتحكي ممكن سؤال، احتياجية النبات لهاي العناصر بيعتمد على نوع النبات؟ المعادلة اللي حكيناها، حكينا معادلة صالحة لكل الخضروات. يعني أنت بتأخذ المعادلة اللي هي 3.1.5 اللي حكيناها، هاي معادلة بتطبقها على كل الخضروات وأنت مرتاح، يعني عامة. بس إيش اللي بيفرق؟ البرودكشن، يعني إنتاج الكوسة. الكوسة بتنتج 2 طن، بينما الخيار بتنتج 10 طن، البندورة ممكن توصل 12 طن. ما عرفتوا؟ طبعا رح يصير اختلاف في الكميات بسبب انه كل محصول الاكسبكتد برودكشن تبعه مختلف.
في سؤال ثاني، أنا مش عارف ليش الشاشة هيك بطلت مبين معي الأسئلة تبعتهم، مش عارف شو اللي صار صراحة، كبرت بطريقة. أنا موجود معك إذا طيب عندك. في زميلتنا أنا بتحكي إذا كان ورقيات أو ثمار، يعني بتفرق. انتاج، حكيت انه اذا يعني محصول ورقي يعني زي مثلا جرجير او كذا. طب يعني مش كثير بتفرق، يعني ممكن برضو تطبقها حتى على الورقات، بس هون بدك تكون عارف الافرج برودكشن تبع الورقيات، يعني كم من طن. المهندس هيبة الوزن بتحكي الإنتاج المتوقع، كيف بتعرفه إذا ما في مزارع تزرع نفس المحصول؟ تمام، جود كويشن. إذا كان عادة الإنتاج المتوقع بكون سبب الخبرة، إنه مزارع مثلا عنده خبرة، ويفضل دائما تأخذ الإنتاج المتوقع من الواقع تبعك، يعني ما واحد ما يأخذه من الليترتشر إذا واقعه بيحكي. يعني مثلا شو المقصود أنا؟ إنه مزارعين البندورة في وادي الأردن الزعيم فيهم بنتجش أكثر من 8 مثلا، فما مش اروح لاني قرات في المراجع انه بنتج 12 حطوا 12، لا انا بشتغل على اساس 8. الان اذا محصول جديد وما حدش زارعه، بدك تروح تشوف الليترشر شو بتحكي وتشتغل على اساسه. اما محصول الناس بتزرعه كوسه زرعه، وبعدين دير بالكم المحاصيل تتباين انتاجها حسب الزرعات، وبيعرفوا الناس اللي عندهم خبره في هذا الموضوع، مرات الزرعه الاولى تعطيك انتاج اقل من الزرعه الاساسيه او الزرعه المتاخره. فانت بدك تاخذ الافرج برودكشن حسب الاكسبيرينس للمنطقه كمان، يعني مثلا زرعه، يعني الانتاج في وادي الاردن بالمناسبه اقل من الانتاج في الهايلاند، فانت لازم برضه تاخذ هذه كل التفاصيل. يعني زرعه بندوره في الهايلاند بتعطيك 12 طن، بتاخذ 12 بتضرب ب 12 طن. نفس المحصول البندوره في بنزرع في وادي الاردن بيعطيك 8، بتاخذ بتضرب ب 8. في المهندس خليل بيحكي المحاصيل الأخرى مثل الفواكه لا تنطبق عليه المعادلة، أو لا إذا كان بتنطبق. بس كمل سؤاله. أو إذا كان نباتات زينة ما بيهمني محصول ثمار. جود كويشن. بالنسبه لمحاصيل خلينا نحكي الفواكه بشكل عام تنطبق، بس في الاي اف اي بكون معطيك الارقام، بس بجوز مش نفس الارقام هاي اللي انا اعطيتك اياها، اللي حكيت لك القاعده 3 1 5 هاي للخضروات. ف محاصيل الفواكه بشكل عام يعني تنطبق، لكن في اختلاف بالارقام. ذا سيم بكون على الكت فلور، الكت فلور ارقامها شويه مختلفه، يعني في قديش بدي نيتروجين قديش فوسفور، بس الارقام شويه مختلفه. في مهندسة هبة بتحكي من أين ممكن نأخذ الإنتاج المتوقع للمحاصيل؟ هل يوجد مرجع ثابت؟ في مراجع كثيرة، مرات زي ما حكيت لكم أنا أفضل شيء بسموها المراجع المحلية، اللي هو التجارب المحلية من المصادر، يعني إذا كان في عندك مراكز بحثية بتعطيك، أو إذا كان زي ما حكينا تجارب الناس في المنطقة. إذا مش موجود من الليترشر، من الإنترنت يو كان سيرش، وبتقدر تشوف الأفرج برودكشن للمحصول. يعني الآن هاي القضايا افيلبل، متوفرة، مش صعبة. تمام، هنا ما في، خلاص وبتوقف الأسئلة، ما في أسئلة توقفت. بالضبط. طيب. تمام، ما دام ما فيش أسئلة. الآن احنا وصلنا لمرحلة انه صرنا عارفين قديش كمية النت من النيتروجين، والنت من الفوسفور، والنت من البوتاس، مظبوط؟ هلا شو ضل علينا؟ نحولهم لأسمدة. هلا هاي نيتروجين، هاي فوسفور، بس عادة ما في سماد في السوق اسمه N. في عندك مثلا سماد الأمونياك، مثلا الأمونياك كيف تركيبته؟ 18، بكون في نسبة النيتروجين فيه 18% مثلا. فهون إذا أنت بدك تضيف السماد على شكل سماد نيتروجيني من مصدر مصدره اللي هو الأمونياك،
بتصير تحكي انه كل كيلو، بتحكي هيك المعادله، بتقسم بتقول كل، اذا استخدمت سماد الامونياك، سماد الامونياك بحكي لك انه في 18% نيتروجين، فبتحكي كل 100 كيلوغرام سماد نيتروجيني، سماد امونياك بيعطيني كم كيلوغرام صافي نيتروجين؟ 18. انا بدي كم؟ بدي 18 تقريبا، هاي خلينا نعتبرها 18. اذا كم من كيلوغرام من سماد الامونياك بدي؟ 100 كيلو، نسبه تناسب. وضحت الصوره كيف؟ هيك باخذ. بس اذا اخذت سماد ثاني، مثلا اخذت سماد اليوريا، بدي اجيب هذا المصدر من سماد اليوريا، سماد اليوريا فيه 46%. شو بتحكي؟ كل 100 جرام سماد يورا قديش فيهم بعطوني عنصر النيتروجين؟ بعطوني 46%. أنا بدي كم؟ بدي 18. إذا كم سماد اليوريا؟ إذا 18 ضرب 100 على 46، بطلع الجواب تقريبا أقل من 50 كيلوغرام، حوالي 40، تقريبا 40 كيلوغرام ممكن من سماد اليوريا. هذا إذا اعتمد سماد إيش؟ اليوريا. وضحت الفكرة هون؟ هيك بناخدها، بناخد من كل حسب حسب السماد من وين بدي أخده، أخدته من سماد أمونياك ولا أخدته من سماد اليوريا، أو أخدته مثلا من نوع سماد ثاني. لكن دائما لما بنيجي نحل، أنا ما بفضل تبدأ بالنيتروجين، ابدأ إما بالفوسفور أو ابدأ بالبوتاس. ليش؟ ممكن واحد يسألني ليش تبدأ الفوسفور؟ لأنه عادة أسمدة الفوسفور وأسمدة البوتاس هي أسمدة ثنائية بيكون فيها نيتروجين، فلازم أحسب قديش فيها نيتروجين من البداية. يعني أنا بجيب مثلا يوريا فوسفيت، شوف اسم السماد الفوسفور المشهور يوريا فوسفيت، اسمه يوريا فوسفيت، أي فيه نيتروجين وفيه فوسفيت. فإذا أنا بدي أخذ الفوسفور من هذا السماد، بدي 1 كيلو اليوريا فوسفيت، بيكون فيها تركيبة الفوسفات حوالي 46% فوسفات. فإذا أنا بدي بس 1 كيلو، بحكي كل 100 كيلو جرام فوسفات يوريا فوسفات بعطوني كم؟ 46 كيلو جرام فوسفات. طب أنا بدي 1 كيلو، قديش نسبة وتناسب بطلع معك؟ لكن هاي النسبة اللي طلعت معك فيها أيضا نيتروجين، مظبوط؟ فهون أنت بتحسب قديش كمية النيتروجين اللي موجودة في هاي الكمية اللي طلعت معك. لنفرض انه الكمية اللي طلعت معنا، خلينا نضربها مع بعض. انا حكينا نسبة اليوريا في الفوسفور في سماد اليوريا فوسفيت 44%، عشان نكون دقيق هو 44%. اذا المعادلة بتحكي كل 100 كيلوغرام يوريا فوسفيت في 44 كيلوغرام P2O5. انا بدي 1، اذا قديش؟ عبارة عن 1 ضرب، هيك بصير 1 ضرب 100 تقسيم 44، الجواب 2.3 بالعشرة. بدي 2.3 بالعشرة يوريا فوسفيت. إذا حطيت 2.3، بس 2.3 بالعشرة يوريا فوسفيت، أنا صار عندي إيش احتياجاتي من إيش؟ من هذا السماد. تمام. لكن هاي 2.3 بالعشرة فيها نيتروجين؟ فيها، لأنه قديش نسبة النيتروجين؟ تكون تركيبة اليوريا فوسفيت، هذا أنت لازم يكون معطى لك هذا المعلومة أو أنت عارفة. تركيبة مثلا اليوريا فوسفيت عبارة عن تركيبته 13 مثلا 44 مثلا، فهو بتكون أنت هون عارف أنه كل 100 كيلوغرام يوريا فوسفيت فيها 13 أيضا كيلوغرام نيتروجين. كل 100 كيلوغرام يوريا فوسفيت فيها كم؟ فيها 13 كيلوغرام نيتروجين. طب انا قديش حاطط؟ حسب معادلتي تبين لي انه انا بحتاج 2 كيلوغرام، 2.3 بالعشرة كيلوغرام يوريا فوسفيت. قديش فيهم هذول النيتروجين؟ طبعا كمية ضئيلة في هاي الحسبة، بس لازم تحسبها بهذه الطريقة. فبتطلع انت في 2.2 بالعشرة اليوريا فوسفيت قديش منهم راح يكون فيه منهم نيتروجين، عشان اخصمهم من هون، برد اخصمهم انا ايضا من هاي الكمية. نفس الشيء بنطبق على البوتاس. نأخذ مثال إنه البوتاس بوتاسيوم نيتريت. بوتاسيوم نيتريت، لاحظوا اسمه بوتاسيوم نيتريت. شو يعني بوتاسيوم نيتريت؟ يعني في بوتاس وفي نيتروجين. تركيبة البوتاسيوم نيتريت أظن هي تركيبتها 13 46،
هيك هذه تركيبته. طيب أول شيء بدي أحسب البوتاس لحاله، لأنه البوتاس جاي منه 13 اللي هي النيتروجين و46 اللي هي البوتاس. شو معنى 46؟ يعني كل 100 كيلوغرام من سماد البوتاسيوم نيتريت فيهم 46 كيلوغرام K2O. طيب أنا ما بدي 46، أنا بدي فقط 4 و4 بالعشرة. إذا شو بحكي؟ بالضرب التبادلي، 4 و4 بالعشرة مضروبة ب100 تقسيم النسبة اللي هي 46. شو بطلع الجواب؟ بطلع الجواب 20 تقريبا كيلوغرام من سماد البوتاسيوم نيتريت عشان أحصل على 4 و4 بالعشرة إيش؟ بوتاس. لكن هدول 20 كيلوغرام بوتاسيوم نيتريت فيهم نيتروجين؟ آه فيهم نيتروجين. قديش فيهم نيتروجين؟ النسبة اللي أعطيتني إياها كم النسبة؟ 13. آه بحكي معناته كل 100 كيلوغرام فيهم 13. طيب ال 20 قديش فيهم؟ 20 ضرب 13 تقسيم 100، والجواب 20 ضرب 13 تقسيم حكينا 100. إذا حسبتوها معاي 20 ضرب 13 260 تقسيم 100، طلع الجواب 2.6 بالعشرة. إذا هون هاي الكمية اللي هي 20 كيلوغرام بوتاسيوم نيتريت اللي أنا أضفتها فيها بتزودني باتنين وستة بالعشرة، خلينا للتقريب نعتبرها 3 بس للتقريب، يعني 3 كيلوغرام نيتروجين صافي لازم أطرحهم من هدول. فبصير أنا ما بدي أضيف هون 18، لازم أطرح من 18 هدول 3 كيلوغرام نيتروجين اللي أصلا إجوني من وين؟ من هون، وأطرح الكمية اللي إجتني من هون نفرض كمان نص كيلو مثلا أو كيلو مثلا جدلا. إذا إجاني هون كيلو، إجاني هون 3 كيلو 4، 18 ناقص 4 صار الجواب 14. الآن بحسب حسابي قديش بدي سماد نيتروجين. عشان هيك حكيت لكم ما ببدأ بالنيتروجين، ببدأ بالفوسفور وبالبروتاس عشان أعرف حسبتي كيف أحسبها. الآن بيجي 14، آه بدك سمد أي سماد؟ سماد الأمونياك، أوكي 18 تركيبة بكون تركيبة لنا. طيب إذا 14 ضرب 100 على 18، هيك الجواب 14 كيلو ضرب 100 تقسيم 18، بطلع الجواب 77. إذن بدي 77 كيلو جرام إيش؟ أمونياك، وحكينا بدي 2 كيلو جرام سماد اليوريا فوسفيت، وحكينا بدي كم؟ 20 كيلو جرام بوتاسيوم نيتريت. هذول هم السمادات اللي أنا بحتاجهم طول الموسم. سمعتوا يا شباب؟ طول الموسم. شو ممكن أمسكهم؟ ممكن أمسكهم وحطهم واخلطهم مع بعض، 20 كيلو جرام من هون زائد 3 كيلو جرام من هون زائد 77 كيلو جرام من الأمونياك، بمسكهم وبخلطهم وبكون أنا عملت سمادي على إيدي ولا أحلى منه، اسمه سماد مركب خصفي. هذا السماد مناسب لمحصولي 100%. بيطلع تركيبته، ممكن تطلع تركيبته 18 7 9، ممكن هيك تكون تركيبته. مش أكون شاري التركيبة من السوق اللي مدفعيني حقها أضعاف أضعاف. وبتعرف هاي الحسبة اللي أنا طلعتها بتكون كلفتها قديش؟ كلفتها رح تضحكوا لما تشوف الأرقام. يعني مزارعين بالأبرج معدل دفعهم للسماد لكل بيت أو لكل دونم بتراوح أحياناً، خاصة للبيوت البلاستيكية بيكونوا كريمين عليها، قد تصل ل 130 دينار للبيت. كلفة السماد هذا اللي أنا حكيت لكم إياه الآن، وهو مثال واقع هذا بالمناسبة اللي أنا أعطيتكم إياه، كلفة السماد ما بتتجاوز 25 دينار، وحتى أكثر يعني كثير 25 دينار، مش راح توصلها طول الموسم. فشوفوا قديش انتوا وفرتوا. طبعا انت تخيل انت 25 دينار بدك تضربهم مزارع عنده 40 بيت، اي بمعنى انت وفرت على المزارع 100 دينار لكل بيت ضرب 40 بيت، هي 4000 دينار بس في هالشغله. وحساباتك كمان انت يعني كنت كريم فيها بالمناسبه هون. ارجو تكون الامور يعني واضحه، وبدي اعطي مجال كمان اذا في حدا عنده استفسار الان قبل ما انه نطلع من هاي السيشن. اذا حدا
عنده استفسار أرجوكم أنه اطرحوه. بجوز كان مزعج موضوع الكالكوليشن لأنه في الشلوح أكتب بإيدي، يعني لو كان في عندي هذا المجال كان شرحت لكم أكثر، بس أرجو أن أكون حاولت أني أبسطها. إذا حدا عنده استفسار أنا مستعد أن أعيدها مرة ثانية عشان تفهموا، لأنه هذا هو الكونسبت. بس أنا بتهيألي الكونسبت أتفضل. تمام. السؤال الأول بيحكي حسابات للعناصر الدقيقة مثل الحديد أو البورون. نفس الفكرة يعني. تقريبا. أوكي. الأرقام good question. الأرقام للعناصر الصغرى والمايكرونيوترينت لا ما بنحسبها لسبب بسيط، إنه إحنا بنعتمد على التوربين هتكون مصدر. وبنعتمد انه نعمل مره او مرتين مثلا رش فولير ابلكيشن، وبالتالي ما ندخلها بحساباتنا الكبرى هون، لانه احنا بنعتمد انه التربه مش شيء مصمت وما فيش فيه شيء، لا التربه فيها مايكرو نيوترينت خير الله. بس زي ما احنا حكينا هون بتصير بسموها سول مانجمنت، اداره التربه كيف بان فقط ان نخفض البي اتش. طبعا انتوا راح احكي لكم شغله هون على هذا الموضوع، ذكروني فيه احكي فيه المره الماضيه، المره القادمه بديش احكي فيه الان عشان موضوع اداره التربه عشان اجاوب على الاسئله الثانيه. بس هذا الجواب المباشر، لا ما بنعمل كالكوليشن للمايكرونيوترينت. في سؤال ثاني مهندس لايت؟ كان في، انا بشوف طرف السؤال للاسف مش قادر اشوفه. مهندس لايت، مهندس يزيد بيحكي عبوات الاسمده بيكون مكتوب عليها ET أو TE. TE؟ يا TE يا ET. تريس إليمنت. هاي ممتاز بالضبط. وهاي كمان من النقاط، السبب إنه إحنا ما مش كثير بنعمل حسابات للمايكرونيوترين، لأنه حتى أنت لما تشتري سماد زي يوريا فوسفيت ومرات كذا، مرات بكونوا حاطين معه، ومرات حتى ممكن حول الأمبيكي بتكون واحد اشترى مثلا تركيبة سماد 18 مثلا، وبكونوا كاتبين زائد تي اي، يعني زائد أنه حاطين عليكم بحرينها، يعني حط لك شوية بهارات تريس إلمان. هاي كلمة تريس إلمان. زملائنا اللي بده يعني نشغل عنده المايك ترى مسموح، يعني في مجال. ولا يا ريت اذا حدا عنده استفسار انا جاهز، لانه هون اعتقد النقاط صارت ضروره انه فاي حدا بده يشارك بالمايك يرفع ايده وندخله ان شاء الله معنا. في حد عنده مداخلة؟ شغل عنده المايك. في المهندس خليل. المهندس خليل أي مدافع للمايك عندك؟ الصوت بس في هيك مش واضح الصوت. الصوت ما كانش كثير واضح. هو بسأل عن العناصر الثانوية. ايش السؤال؟ قاعد بكتب السؤال، هو الكالسيوم والمغنيسيوم. ما فهمت يعني حسابها كيف؟ بيحكي عن العناصر الثانوية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم، هل يتم حسابها؟
لا احنا زي ما حكيت له الكالسيوم بعيدا عن الام بي كي ما حدش بيحسبهم، مش معناه انهم مش مهمين، ها عشان ما حدش يصير فهمي، لا هم مهمين ومهمين جدا، بس في الغالب بما انه احنا تربنا في الاردن تراب كلسيه ومياهنا مياه قاعديه، ففي الغالب احنا بنعتمد على انه الكالسيوم والمغنيسيوم في معظم الاحيان يكون موجود وما فيش فيه نقص، ف that's why انه ما بنحسبها. شفتوا هذا السؤال اللي كان موجود هون، بس بدي تغيروا لي بهذا السؤال الأرقام التالية، 500 هاي خليها 600، هذا الرقم 500 بدي تصير 600، والبوتاس خلوه 5 بدل 4، معي انتو اخوان؟ انا بدي اياكم لانه هذا هو بده يصير السؤال تبعنا، هذه بتصير 5، وهون بديش يكون في عندي مصدر